البداية تحية لكل الأهلاوية اللي بيتابعونا. مبروك، ثلاث نقاط غالية تقرب الأهلي كتير، تقرب بس ما تحسمش، لكنها تقرب الأهلي كتير جدا من حسم لقب البطولة المفضلة عند كل الأهلاوية، بطولة الدوري. مباراة قمة أوفت بعودها، رجال الأهلي كانوا عند الوعد وعلى قد المسؤولية. الحقيقة جمهور الأهلي ما قدرش أنساه، الحقيقة الجمهور اللي كان حاضر في الاستاد امبارح وشجع الأهلي من قبل المباراة ما تخلص لغاية ما انتهت بفرحة كبيرة جدا بفوز غالي جدا على بيراميدز، فوز أعتقد أنه في حسابات البطولة يخلي الأهلي يقطع خطوة عملاقة جدا نحو اللقب. يتبقى مواجهة واحدة أخيرة فاصلة أعتقد هتكون ليها التأثير الكبير جدا على حسم اللقب بشكل كبير، وهي مواجهة 22 يوليو أمام بيراميدز. أيضا عندنا مواجهات صعبة، مشوار الأهلي متبقي في عدد من الماتشات اللي أعتقد أنها كلها هتبقى على نفس المستوى من الصعوبة، أصعبهم بيراميدز بالتأكيد، لكن ده ما يقللش أبدا من مواجهة مودرن، الماتش اللي هنلعبه إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي، برضو واحدة من الماتشات الصعبة جدا اللي بتنتظر النادي الأهلي. أريحية نوعا ما تخفف نتيجة امبارح من حجم الضغط على لعيبه النادي الاهلي، الفاصل اللي كان حسابيا ورقميا نقطه قبل بدايه المباراه اصبح اربع نقاط، وبالتالي الضغط بقى اكتر على بيراميدز، الضغط بقى اقل على الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان ده يساعد مارسيل كل الاقدار. المباراه امبارح الحقيقه بشكل اكتر من رائع، تغييراته والكلام على قفشه والحديث عن قفشه. قفشه الحقيقه بشوف انه كرة القدم هي الرياضه الوحيده اللي في العالم التي لا تتحدث بلغه العدل والانصاف، يعني دايما نتائجها ممكن أوقات كثيرة جدا تبقى غير متوقعة، دايما ماتشاتها مش بيفوز فيها دايما الأفضل، دايما في أوقات كثير جدا بتلاقي مفاجآت، لكن بشوف أنه العدل والإنصاف اتجسد امبارح تحديدا لمحمد مجدي قفشة. صحيح أنه الأهلي كان فيه نجوم كثير جدا فايقة وكانت سبب في الوصول بالمباراة دي بنتيجة الفوز للنادي الأهلي، منهم حسين الشحات، منهم وسام أبو علي اللي سجل هدفين، لكن الحقيقة أنا عايز أتكلم كتير على قفشة، ومن حقه إن إحنا نديله حقه. قفشة واحد من اللعيبة اللي دايما بتصنع الفارق، وخد بالك مش في الظروف الطبيعية، وهنا عايز أتكلم شوية على منتاليتي محمد مجدي قفشة. أنا ليه وقفة طويلة النهاردة مع محمد مجدي قفشة في الحلقة، لكن حط في اعتبارك دايما انه هذا اللاعب تعرض في اوقات كتير جدا لظروف صعبه، مشي في اوقات كتير جدا في ظروف ضد التيار، يمكن يكون اتعرض لظلم مثلا على سبيل مستوى المشاركه مع منتخبنا الوطني، لكن ده ما اثرش عليه، يمكن بعد في اوقات كتير جدا عن تشكيله النادي الاهلي، تشكيله الاهلي الاساسيه، لكن ده برده ما اثرش عليه في كل وقت وفي كل مناسبه. وهنا بتكلم على مستوى الفعاليه يا جماعة، احنا مش بنقيس النجوم بالشو الإعلامي وبالسوشيال ميديا وبالبروباجندا اللي بتعملها الصفحات والأكاونتات اللي موجودة على مواقع التواصل، أنا بقيس دايما نجومية اللاعب بقدرته على إحداث الفارق. اللاعب النجم هو اللي يقدر دايما يحقق أو يكون سبب في تحقيق لقب وبطولة، وده دور قام بيه محمد مجدي قفشة على مدار فترات طويلة جدا. تقدر تقول كده انه كان صاحب بصمه في كل بطوله او في كل لقب حققه النادي الاهلي، مش بس بتكلم على اللقب القاضي، مش بس بتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا اللي حققها الاهلي على حساب نادي الزمالك، يمكن تكون دي اللقطه الاشهر لمحمد مجدي قفشه، ويمكن تكون جت في ظروف كان هو حقيقي واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في الفتره دي، على مستوى التالق، على مستوى التوهج، على مستوى قناعات موسيماني بيه في الفتره دي. ومن قبل الزمالك افتكر دور محمد مجدي قفشة في المغرب في مباراة دور القبل النهائي قدام الوداد في كازابلانكا، ومن هنا ولغاية دلوقتي قيس في لحظات كتيرة جدا في ماتشات من العيار التقيل، ماتشات ظروفها صعبة، ماتشات الخصم أو المنافس فيها ليه وزنه وليه حجمه، وقيس إزاي كان دور محمد مجدي قفشة قياسا بالفرصة اللي كانت بتتاح لي أو الوقت اللي كان بيتاح لي للمشاركة. عشان كده كل وقت بتحتاجه احتاجته كبديل في كازابلانكا في مواجهة الوداد على ملعبه في نهائي دوري الأبطال، فنزل وأحدث الفارق وكان واحد من أهم أسباب. صحيح معلول ومنعم هم اللي حطوا بصمتهم أو توقيعهم على هدف التعادل اللي جاب البطولة للأهلي، لكن أحداث اللقاء وتغيير مجرياتها كان عامل أساسي فيها محمد مجدي قفشة. ارجع لكايزر تشيفز نهائي دوري ابطال افريقيا برضه في كازابلانكا، هتلاقي محمد مجدي قفشه كان حاضر وكان موقع وكان باصم بالعشره على انه اللقب يظل فيه
الجزيره. ارجع لنهائي كاس مصر قريب جدا قدام الزمالك، هتلاقي هدف واسيست ولا اروع من محمد مجدي قفشه، وارجع للقضيه بتاعت امبارح هتلاقي واحد من اهم الاهداف اللي ممكن تكون سبب كبير جدا في فوز النادي الاهلي بالبطوله. عشان كده الحقيقه زي ما بحيي كل نجوم النادي الاهلي اللي عملوا اللي عليهم، مش بس في ماتش امبارح، عملوا اللي عليهم في موسم صعب جدا وتعرضوا لمرحله من مراحل الضغوط والاجهاد، ومش هقول في وقت من الاوقات والتشبع، لانه لعيبه النادي الاهلي ما تعرفش معنى التشبع لا من البطولات ولا من الفوز، لكن في النهايه اللعيبه دي كانوا رجاله جدا 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 وعملوا اللي عليهم الحقيقه وزياده في ظل ظروف وضغوط صعبه جدا جدا ما يتحملهاش وما يقدرش يتعامل معاها غير لعيب يليق بكواليتي نادي الاهلي، ومنهم وعلى راسهم في ماتش امبارح رغم انه ما لعبش وقت كبير، خد يمكن 10 دقائق في المباراه، لكن حتى في ال 10 دقائق دول نزل وهو جاهز ومستعد وكان واحد من اسباب فوز النادي الاهلي بثلاث نقاط غاليه. نجوم كتير جدا تالقوا امبارح، يمكن نجوم ما كانوش في افضل مستوياتهم، لكن الفريق ككل عمل اللي عليه وجاب لنا ثلاث نقاط غاليه جدا. عندنا في السادسه النهارده اكتر من موضوع. طب خليني الاول ابدا قبل ما ادخل في الموضوعات بتاعتنا النهارده اقول لكم الماتشات اللي جايه، لانه يبدو ان الاسبوع ده هو اسبوع الحسم، يعني نتمنى كده ان شاء الله باذن الله يقدر الاهلي فيه ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه وخصوصا مع مواجهه بيراميدز يقربنا بشكل كبير من حسم لقب البطوله، واتمنى انه الاهلي يحسم بدري بدري عشان نريح بدري بدري ونستعد لموسم شاق جدا وطويل جدا وصعب جدا وهو الموسم القادم. عندنا ماتشات مهمه جدا على مستوى الكوبا وعلى مستوى اليورو، اولها فجر غدا يعني الساعة 3 بعد نص الليل النهاردة بتوقيتنا هنا في القاهرة، هتكون مباراة المركز الثالث والرابع في كوبا أمريكا، هتجمع بين الأوروغواي اللي خرجت من المنافسة على البطولة رغم أن الحقيقة أنا كنت مراهن على الأوروغواي من بدايتها، لكن خرجت على إيد كولومبيا في مواجهة كندا، هيلعبوا الساعة 3 فجر غدا إن شاء الله، يعني 3 بعد منتصف ليل القاهرة النهاردة على المركز الثالث والرابع. بكرة نهائي اليورو، النهائي المنتظر بين قوتين عظمتين، بتكلم على انجلترا بوصفها واحد من افضل منتخبات انجلترا على مدار تاريخها، هنا الكلام على المستوى الفردي، نتكلم على العناصر، نتكلم على الخبرات، نتكلم على الانديه اللي بينتموا ليها، لما تتكلم على القيمه التسويقيه بالتاكيد انجلترا هي الاقوى، هي الافضل، هي الاكبر على مستوى منتخبات اوروبا في اليورو. لكن لما تيجي تتكلم على الافضل وتيجي تتكلم على الامتع لازم تحط بين قوسين كبار جدا منتخب اسبانيا صاحب افضل عروض او اقوى عروض في بطوله اليورو دي، واللي كتير من الناس ومنهم انا شخصيا متعاطف جدا مع الاسبان واتمنى ان هم يتوجوا باللقب. مباراه هتكون كبيره جدا، مباراه تليق بنهائي بطوله واحده من بطولات اليورو الاكثر امتاعا على مدار التاريخ، بكره ان شاء الله الساعه 10 بتوقيتنا، ثم فجر الاثنين ان شاء الله هيكون نهائي الكوبا اللي هيجمع بين منتخبين برضو في أمريكا الجنوبية من العيار الثقيل هما كولومبيا والأرجنتين. أخبارنا إيه واستعدادات الأهلي المودرن إيه؟ كل التفاصيل هتكون معانا في السادسة لكن بعد الفاصل. بمناسبة الميداليات كل التوفيق طبعا لبعثتنا الأولمبية اللي بتستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله. أنا فاكر إنه من حوالي 6-7 سنين كده يمكن أكتر شوية كنا اتكلمنا في الإعلام أو تناولنا ملف مشروع البطل الأولمبي، وأعتقد إذا كنا بنتكلم على ملف اتفتح من 7 أو 8 سنين فاتوا فأعتقد إنه أن الأوان أو حان الوقت إن إحنا نجمي ثمار هذا المشروع اذا ما كان مستمر، طبعا ما اعرفش المشروع استمر ولا لا، لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق لبعثتنا في الالعاب الاولمبيه، ونتمنى كمان انه قبل حتى بدايه الالعاب الاولمبياد
يبقى في اعلان عن الميداليات المستهدفه، يعني احنا رايحين بتارجت ايه عشان نبقى عارفين والله حققنا اقل من التارجت، فنبقى عارفين ان احنا ما كناش مخططين صح او ما كناش ماشيين صح، او حققنا افضل من التارجت فنحيي الناس اللي بذلت مجهود اكتر من المتوقع ونعرف ايه هي حدود امكانياتنا. على كل الاحوال طبعا منتخبنا الاولمبي بيستعد للماتش مع اوكرانيا، وهنتكلم على تفاصيل استعدادات منتخبنا في فقره الاخبار، ومعنا اخبار الاهلي ومعنا تمرينه الاهلي كمان النهارده. تعالوا نشوف معنا ايه في الاهلي نيوز روم. كما عودنا مارسيل كولر بعد المباراة بيبقى يوم، طبعا ده في الأيام اللي بيبقى عندك فيها 72 ساعة، الأيام اللي بيبقى فيها أو الفرق اللي بيبقى بين الماتشين 48 بيبقى تمرين على طول، لكن بما أنه ماتشنا اللي جاي التلات فالنهاردة في تمرينة وهنتابعها وهننقل لحضراتكم، هنروح معاكم لمختار التتش والنادي الأهلي نشوف جزء من تمرينة النهاردة وتحضيرات النهاردة. لكن هو بروجرام مارسيل كولر بيبقى تاني يوم تمرينة خفيفة بالذات للعيبة أو تمرينة استشفائية، برنامج استشفائي للعيبه اللي خاضت اللقاء واللعيبه اللي ما لعبتش او ما شاركتش بتعمل تمرينه كامله، ثم تاني يوم اللي هو بكره ان شاء الله هيكون في راحه من التدريبات ونرجع ان شاء الله نستعد لمواجهه التلات بتمرين اخير رئيسي يوم الاثنين. زميلنا كريم احمد لو جاهز نروح للنادي الاهلي ونعرف اخبار تمرينه النهارده. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. واحد من المطبات الصعبه، واحد من الماتشات حتى لو اطلقنا عليه لقاء القمه بحكم ان المنافسه مباشره وواضحه وصريحه بين الاهلي وبيراميدز، واحده من المطبات الصعبه اللي استطاع الاهلي ان هو يتجاوزها، ولكن ده ما ينكرش ان كل الماتشات اللي جايه يمكن تكون على نفس القدر او نفس المستوى من الصعوبه ونفس القدر والمستوى من الاهميه، لكن ما عنديش شك يا كريم انه الحاله المعنويه في تمرينه النهارده هتبقى غير، هتبقى مختلفه الى حد كبير. بالتاكيد طبعا زميلي احمد، يعني مباراه وثلاث نقاط ومكاسب عديده جدا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، امور كثيره جدا الحقيقه في مباراه تعتبر هي الاصعب في بطوله الدوري العام بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مش بس عشان ترتيب النقاط ومش عشان كل الامور دي، لا المباراه دي باكثر من ست نقاط من وجهه نظر ومن وجهه نظر كثيرين جدا، لان هي مباراه كانت لا تحتمل اي نتيجه اخرى غير ثلاث نقاط لفريق النادي الاهلي. شفنا الحقيقه الجديه الكبيره المعتاده عن النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح الكبيره جدا، كمان الشيء المؤشر المميز الحقيقه ان اللي قاعد على الدكه جاهز ومركز وعنده القناعه الكبيره جدا ان وقته هيكون متواجد، ويمكن بكلم عن قفشه الحقيقه طبعا الثقه الكبيره فيه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى الحقيقه اللي معاه ومع كل لعيبه النادي الاهلي، ده كان امر مهم جدا. في كل مره الحقيقه زميلي احمد بنقول لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير جدا في التدريبات، الانكار الذاتي اللي بنشوفه، كل لعيب هدفه هو النادي الاهلي، مين يكون متواجد في التشكيل، مين يكون خارج القائمه، الهدف هو النادي الاهلي، عشان كده ربنا بيكرم المجموعه كلها والمنظومه كلها، مع ايضا كمان الحقيقه مستر كولر على التحضير الرائع والمميز وتحضيره للسيناريوهات المباراه، الناس ساعات بتختلف في تاخير التغييرات الامور دي، الراجل بيبقى حاسب كل الامور بدقه كبيره جدا، وزي ما بقول لك لولا توفيق ربنا اللي بيكون مع لعيبه النادي الاهلي الامور مش هتكون في هذا النطاق، عشان كده ربنا بيكرم المجموعه كلها، معنويات مرتفعه الحقيقه، لعيبه النادي الاهلي كانت في سعاده كبيره جدا، لكن النادي الاهلي عودنا ولعيبته عودونا دقائق بسيطه جدا بعد المباراه بتفرح، مجرد ان انت بتخرج من استاد القاهره او اي استاد بيقام عليها المباراه بتقفل الصفحه تماما، وده الحقيقه اللي قاله مستر كولر، قال هي مباراه بثلاث نقاط، كانت مباراه مهمه لكن المباريات القادمه هي الاصعب في بطوله الدوري العام، انت محتاج تحقق ثلاث نقاط في كل مباراه، محتاج تخش بكل الدوافع الكبيره بالرغبه اللي هي معروفه عن النادي الاهلي، عشان كده المرحله الجايه محتاجه مجهود اكبر سواء من مستر كولر، من اللاعبين، من الجهاز الفني بالكامل، من خط الاحمال، الحقيقه عايزين نشيد بهذا الامر، لان شفنا الحقيقه اللياقه البدنيه لعيبه النادي الاهلي في ظل الجو والضغط الكبير جدا النفسي والذهني، ان انت تشوف لعيبه النادي الاهلي بتفنش بهذا الامر، امر يحسب الحقيقة الجهاز الفني اللي بيعمل بدقة كبيرة جدا عشان نوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها، ان احنا نتصدر جدول الدوري العام ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. زي ما انت قلت زميلي احمد، مستر كولر معودنا عن هذا الامر، النهارده ريكفري شامل لكل لعيبة النادي الاهلي، لان المجهود الكبير اللي بذل لابد ان انت تكون متواجد النهارده، كل الامور الخاصة من الاستشفائية طبعا المعروفة والاجهزة المميزة جدا هنا في ملعب مختار التتش هتكون مع فريق النادي الاهلي النهارده، ويكون غدا راحة للفريق ومن بعدها يستأنف النادي الاهلي الاستعدادات الخاصة لمباراة مودرن سبورت بمش
مشيئة الله يوم الثلاث جو مباراة مؤجلة من الجولة 17، مباراة أيضا كمان مهمة جدا، ويمكن هتكون هذه المباراة مباراة صعبة كالعادة في كل المباريات، عشان كده لابد إن احنا نكون مركزين. روتيشن مهم جدا لمستر كولر، الراجل بيحاول يشوف مين الأجهز، مين اللي جاهز ذهنيا، مين أيضا كمان اللي عنده الرغبة الكبيرة والشغف الكبير جدا إن هو يكون متواجد. كريم فؤاد الحقيقة كان مميز جدا، كل اللعيبة كريم بيلعب في مكان مش مكانه، أي حد بيكون متواجد، عشان كده الحقيقة لعيبة النادي الأهلي تستحق كل التحية والتقدير خلال الفترة القادمة، وعايزين منهم كمان المزيد خلال المرحلة القادمة. صحيح. ثلاث غيابات أو يمكن ثلاث لاعبين يمكن الكل اتكلم عنهم، سواء السولية أو عمر كمال أو بيرسي تاو. هبدأ معاك مع عمرو السولية. النهاردة إن شاء الله يكون في فحص طبي الحقيقة ليا السولية عشان نشوف آلام السمانة هل نزلت بدرجة كويسة، هل النهاردة ممكن يشارك في جزء من الجماعي، لكن يمكن عندنا نوعا ما متسع من الوقت حتى المباراة القادمة. عمر كمال بمشيئة الله هيكون متواجد في القائمة بمشيئة الله إن شاء الله مباراة مودرن سبورت، هو أيضا كمان وبيرسي تاو اللي شارك في أجزاء كبيرة جدا من التدريبات الجماعية، وهو يمكن تأني كبير على بيرسي تاو إنه يكون متواجد في المباراة المودية عشان الالتحامات الكبيرة، لكن بأكد لك زميلي أحمد عمر كمال بمشيئة الله وبيرسي تاو يكونوا متواجدين في قائمة فريق النادي الأهلي في المباراة القادمة مباراة مودرن سبورت. طيب خليني كريم أسألك على كابتن خالد بيبو، هل في تواصل أو في معلومات عن الملعب؟ احنا كلنا تابعنا امبارح الحقيقه، وده ليس انتقادا ولا تقليلا من المسؤولين على استاد القاهره، كان في كلام من مستر مارسيل كولر وكان في تعليقات من المسؤولين في استاد القاهره. خلينا نتفق انه استاد القاهره واحد من اهم الملاعب في مصر، والملعب اللي بيستضيف ماتشات النادي الاهلي، لكن الحقيقه انه واضح جدا في ماتش امبارح انه مش ده استاد او مش دي ارضيه استاد القاهره اللي احنا متعودين عليها، وعارف انه تم تاجيل قرار الصيانه بتاعه الملعب الى يوم 26 اعتقد يوليو. هل في كلام او هل في تشاور او هل في بدائل مطروحه امام النادي الاهلي في فكره التفكير في اللعب خارج استاد القاهره في الفتره اللي جايه، ولا ده امر يعني لم يطرح؟ يعني اعتقد زميلي احمد ان يمكن مستر كولر لما اتكلم عن هذا الامر، يمكن الاول مستر كولر اشاد باستاد القاهره بعد الشكل الرائع والمميز جدا اللي كان فيه مع الهدوء اللي كان فيه على المباريات، يعني ما كانش فيه حمل كبير جدا وما كانش فيه مباريات بتلعب بكثافه في ظل درجه حراره عاليه بترش الملعب اكثر من اربع او خمس مرات، فيمكن الجهد الكبير جدا اللي بذل على الاستاد ان هو يكون فيه صيانه طبعا ما فيش متسع من الوقت لهذا الامر. لكن النادي الاهلي الحقيقه ويمكن مستر كولر اتكلم عن الملعب وقال يمكن الناس انا انتقدت بعض الامور، لكن الملعب كان جاهز، هو ضغط المباريات وضغط كل الامور الخاصه به الملعب الراجل اشاد في البدايه، فلابد اما ينتقد لابد ان احنا يعني يبقى عندنا سعه صدر كبيره جدا بالانتقاد، لان الراجل بينتقد حاجه هو شافها على ارض الملعب، حاجه داس عليها، الراجل لف في الملعب بشكل كبير جدا. لكن استاد القاهره الحقيقه في مجهود كبير جدا بيبذل عشان الصوره الرائعه والمميزه جدا اللي احنا شفناها من فتره كبيره جدا تعود من جديد، لكن احنا بنلتمس اكيد العذر لدرجه الحراره للرش الملعب المكثف جدا، معتاد ان الملعب بيرش مرتين لثلاث مرات، يعني عايز اقول لك مباراه الامس اكتر من خمس ست مرات الملعب ترش طبعا لان درجه الحراره كانت صعبه والرطوبه عاليه جدا. اعتقد ان الامر ده يعني مش مطروح في هذا التوقيت بالنسبه للعب خارج استاد القاهره، لان استاد القاهره واحد من الاستادات الرائعه جدا، يعني زي ما بنقول استاد الرعب لكل اي فريق بيقابل النادي الاهلي عليه، فان شاء الله باذن الله كل المسؤولين تقوم بالدور الكبير جدا المعهود عليهم ان هم يحاولوا بشكل كبير جدا ان استاد القاهره يرجع للصوره الرائعه والمميزه جدا اللي الحقيقه هكرر ان اشاد بها مستر كولر في البدايه، واكد على جاهزيه الاستاد، ارضيه الملعب، كل الامور دي ان شاء الله بنامل ان احنا نشوفها خلال المرحله القادمه بالشكل الذي يليق بمصر وايضا كمان يليق بالكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. دي كانت اخبار التمرينات النهارده، زي ما قلت لكم مستر كولر قرر انه بكره ان شاء الله يكون راحه. طمنا كمان على عوده بيرسي تاو وعوده عمر كمال عبد الواحد في قائمه الفريق لماتش، طبعا لو وقع عليهم اختيار نتكلم على مستوى الجاهزيه، يعني ان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه مودرن، والاثنين واحده اثنين من اهم مفاتيح اللعب النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واثنين من الاوراق اللي بتصنع الفارق. والسوليه الحقيقه كمان يعني ممكن اعتقد انه حسابات لحقه بماتش، على الرغم الحقيقه انه يعني رجع بشكل اكتر من رائع وكان فايق قوي في الماتشات او في الوقت اللي خده في الماتشات اللي فاتت، وكان مؤثر واحرز هدف في كل مباراه، فنتمنى له ان شاء الله العوده وبسرعه. يعني بمناسبه كلام كريم وهو بيتكلم عن نجوم نادي الاهلي، كريم فؤاد يمكن انا مديت يعني برده من اللعيبه، مش بس في ماتش امبارح، انا يمكن اشدت بكريم في الفتره الاخيره، لانه برضو الحقيقه صعب جدا انك انت تفضل تغير في مركز لاعب وتتوقع انه في كل مركز يديك نفس المردود، لكن كريم قادر يعمل ده، قدر يعمل ده مع كولر في اكتر من مركز، والحقيقه انه اتحط في تشالنج او تحدي كبير جدا انك انت بتحط ورا واحد، يعني انا بشوفه انه في الحته دي واحد من اساطير الكره المصريه او محترفين الاجانب اللي جم لعبوا في مصر هنا، هو علي معلول. اي لعيب هيتحط ورا علي معلول هيتظلم الحقيقه، هيتحط في مقارنه
صعبة جدا جدا، فبالتأكيد مش هتكون في مصلحته. لكن الحقيقة كريم ما حسسناش بده، بالعكس الحقيقة كل مباراة بتحس ان هو مستواه بيتطور، بيحس انه الروح اللي عنده تليق فعلا بروح لعيب في النادي الاهلي، تحس انه بيقدر يؤدي كل المطلوب منه من الجهاز الفني وبشكل يعني في اوقات كتير جدا لعيبه بتتظلم من الجمهور، بس بالنسبه للجهاز الفني او المدير الفني بيبقى عامل المطلوب منه، والمدير الفني يمكن هو ماسك الورقه كده بيديله 10 على 10 في الوقت اللي ممكن الجمهور يكون مدروخ، مش حاسس بيه، مش شايف دوره في الملعب ايه، مش حاسس ان هو مطلع اللي عنده بنسبه 100%. لكن كريم فؤاد الحقيقه اعتقد ان جمهور الاهلي سعيد جدا 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 بالمستوى اللي وصل ليه وبالمردود اللي بيقدمه مع الاهلي في الفتره الاخيره. لما بفتكر حد، مش معنى كده ان انا بنسى حد تاني، يعني كلهم كانوا نجوم امبارح، خالد عبد الفتاح اجاد، طاهر محمد طاهر اجاد، شحات كان نجم فوق العاده، وسام ابو علي قصه وحكايه وروايه لسه ما بنتش معالمها. خدوا بالكم احنا بنتكلم الولد الحقيقه في اقل من نص موسم، وانا دايما بقول اتنين مركزين تحديدا في الفرق الكبيره وبالذات مع النادي الاهلي الجمهور ما عندوش مساحه للصبر عليه، يعني يا يا لا لا على طول كده، لكن تدي له وقته، يدي له فترة ان هو ينسجم، يتأقلم، يطلع قماش زي ما بنقول، ده ما بيحصلش مع اتنين، مع حارس المرمى ومع راس الحرب. اي حد تاني عنده الرفاهية دي، عنده فكرة انه ياخد وقته ويتأقلم لغاية لما يثبت نفسه او يثبت جدارته عند جماهير النادي الاهلي. انا متأكد تماما ان كل عنصر، كل فرد، كل لاعب بيتم اختياره للنادي الاهلي بيبقى عن قناعة تامة انه الكواليتي موجودة وتليق باسم نادي. لكن التجربة بمجرد ما اللاعب ده يلبس التيشيرت ويتحط في يعني على المحك زي ما بيقولوا، يتحط تحت ضغط جماهيري، يتحط تحت ضغط اعلامي، يتحط تحت ضغط مباريات، يتحط تحت ضغط تحقيق بطولات، يحقق البطولة تاني يوم ينساها ويفكر في اللي بعدها، ده اللي بيخلق او بيفرز حقيقي اللعيب اللي يستطيع انه يكمل ويصنع مشوار ومجد مع النادي الاهلي عن لعيبه كتير جدا 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 كانت كويسه جدا. وما زلت مقتنع النهارده حتى بعد ما سابت النادي الاهلي ان اللعيبه دي عندها كرة محترمه جدا بس ما تنفعش في الاهلي. كريم واحد من نجوم المرحله، وسام ابو علي واحد من نجوم المرحله، اللي في ظرف فتره بسيطه جدا خد ثقه مارسيل كولر وخد ثقه الجماهير عند النادي الاهلي. وهستعرض معاكم النهارده ارقام وسام ابو علي كده في نص موسم، وتعالوا نشوف ايه اللي حققه وسام في حلقه النهارده. خليني بس اخدكم سريعا للاخبار. زي ما قلت لكم طبعا النادي الاهلي عموما الحقيقه يعني مدرسه في الحته دي. كابتن سامي قمصان كان بيتكلم امبارح على انه الرجاله كانت على قد المسؤوليه وان هم قدموا كل مطلوب منهم امبارح. كريم وانتم عارفين طبعا ظروف درجات الحراره، كريم احمد زميلي هو بيتكلم على ظروف الجو والنجيله والحكايه والروايه، يعني انتم مش متخيلين حجم المجهود اللي ممكن يبذل في ظل الجو الحار ده، وانا مشفق الحقيقه واتكلمت في الموضوع ده اكتر مره كمان على الانديه اللي بتلعب وقت بدري. الواحد لما بيمشي في الشارع نص ساعه بس في الجو ده حتى وهو مشغل تكييف في عربيته ممكن يبقى حاسس انه الدنيا صعب جدا، ما بالكم بلعيبه بتجري وبتبذل مجهود ومجهود غير طبيعي في مباراه قويه جدا مع بيراميدز وفريق محترم لمده 90 دقيقه. ده شيء الحقيقه برضو اشكر كريم انه اشار لفكره الناحيه البدنيه ومخططي الاحمال في النادي الاهلي. عايز اقف سريعا جدا بس مع التحكيم. اسال نفسك سؤال، السؤال الاول نمره واحد، لو كان حكم امبارح ده مش اسباني، كان حكم مصري، كان حكم مصري اي اسم، مش يعني اي اسم من حكام المصريين الافاضل، كان ممكن ازاي تكون ردود الافعال عليه بعد المباراه؟ وكان ممكن ازاي يكون شكل المباراه نفسها سواء من ناحيه اللاعبين او من ناحيه الاجهزه الفنيه؟ هو من رايي يعني هو حكم مش عايز اقول دون المستوى، لكن لانه محكم، راجل محكم في الليجا ومحكم في كوبا ديل ري ومحكم في يعني محكم ماتشات كبيره في اسبانيا وجاي من اسبانيا، يعني مش بلد صغيره، لكن اعتقد ان هو ما كانش موفق الى وحرم الاهلي من حاجات كتير جدا. يعني انا شخصيا مش عارف تتفق معايا، دي وجهه نظر، يعني كنت حاسس انه في تحامل كبير جدا منه على لعيبه النادي الاهلي، اخطاء واضحه وصريحه، ومحدش يكلمني على انه الكوره والالتحامات والقوه في اسبانيا وفي مصر، لا دي ما لهاش علاقه بالرجوله وما لهاش علاقه بالالتحامات القويه، لا دي اخطاء واضحه ووضوح الشمس، وفي منهم اخطاء بدون كره، واشوف انه
في كور كتيره جدا مش بس اخطاء كانت تستحق انه يبقى في انذارات وفي بعض الاوقات طرد لعيبه بيراميدز وهو لم يتعامل معها ولم ينظر اليها من الاساس. يعني 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 كره احمد سامي مع عبد المنعم الدفعه اللي في كره ثابته كان فاول للاهلي من ناحيه المقصوره كده من على ناحيه الشمال والكره لسه ما اتلعبتش واللعيبه بتحضر انها تتمركز عشان تدخل جوه منطقه جزاء بيراميدز كان فاول للاهلي في الشوط الاول وحصلت دفعه عنيفه جدا من احمد سامي لمحمد عبد المنعم ده اسمه من يعني اللي انا اعرفه في قانون كره القدم ده اسمه اعتداء بدون كوره. مش من حقك انك انت تدفع لاعب او تعتدي على لاعب بالشكل ده وانه الحكم حتى ما يتكلمش معاك. وقيس على ده حاجات كتيره جدا فاولات واضحه وضوح الشمس ركلتين جزاء ليهم وعليهم عشان الناس اللي بتتكلم على ركله الجزاء بتاعت حسين الشحات الاهلي ليه ركلتين جزاء ممكن جدا جدا حكام تانية تحسبهم من غير ما ترجع للفار. فهو السؤال هنا بس يعني لو كان الحكم ده مصري كانت ممكن تكون ايه ردود الافعال وازاي كان هيكون سيناريو المباراه؟ اعتقد انه كان هيكون سيناريو مختلف تماما. صلاح بيعود للانفيلد مره تانية وارني سلوت بيستقبله الحقيقه يمكن وصلاح يمكن اتاخر شويه في اجازته الصيفيه هو وتارو اندو طبعا لاعب المحترف الياباني في صفوف ليفربول وارني سلوت استقبلهم واضح كده انه الراجل بني احلامه واماله كلها بشكل كبير على محمد صلاح الفتره اللي جايه كان محل ترحيب وقال ان هو جاهز جدا وانه قدوه للاعبين في فريقه وبيراهن على مشروعه مع ليفربول بوجود لاعب بقيمه وبخبره محمد صلاح. نتمنى لصلاح التوفيق في موسم القدوه النموذجيه هكذا وصفه أرني سلوت يعني في الفتره اللي جايه. عندي كلام كتير طبعا على مشوار الاهلي وهستعرض معاكم النهارده شكل الجدول والترتيب وفرص الاهلي ومبارياته المتبقيه وبدايه من قرايتنا لسيناريو مباراه مودرن اللي هيكون مباراه بالتاكيد صعبه جدا قبل المواجهه الثانيه طبعا افترض ان هيبقى عندنا بعد مودرن مباراه في الكاس مع الالومنيوم وبعد كده يوم 22 هيكون عندنا مباراه بيراميدز. المرحله دي على بعضها كده مرحله ثم ما بعد مرحله بيراميدز لغايه يوم 17 ان شاء الله دي مرحله ثانيه هنبقى نتكلم عليها في وقتها. خلونا نستقبل ضيوفنا النهارده في السادسه المحللين الفنيين بلال محسن واحمد مصطفى هيكونوا ضيوفي لكن بعد الفاصل. نحلم من حقنا نحلم طبعا بميداليه اولمبيه في كره القدم لا تنسى طبعا نسخه نيجيريا اللي فازت حققت ميداليه ذهبيه جيل نوانكو كانو وجي جي اوكوشا 96 على حساب اعتقد على ما اتذكر كان من البرازيل والارجنتين ارجنتين بس هم قابلوا البرازيل في البطوله في قبل النهائي وجيل ذهبي الحقيقه لا ينسى لمنتخب نيجيريا صنع المجد نراهن على منتخبنا الاولمبي وخصوصا انه بداياته في دور المجموعات ما اعتقدش انها هتكون صعبه يعني باستثناء منتخب اسبانيا شايف انه مع الاحترام طبعا لاوزباكستان وجمهوريه الدومينيكان لكن في النهايه شايف انه فرص منتخبنا الوطني على الاقل في تخطي المجموعات وبعدها نشوف بقى الطريق والسكه هتوصلنا نقابل مين. تحت شعار خلقنا لنختلف بيشرفني النهارده بلال محسن واحمد مصطفى مقطعين بعض من قبل الهوا ما يبدا. مساء الخير يا احمد. مساء الخير بلال. مساء النور طبعا يا احمد. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين ومبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي وكل منظومه النادي الاهلي فوز كبير وفوز مهم جدا على المنافس المباشر للنادي الاهلي على لقب الدوري السيزون ده يعني وجمهور الاهلي كله قضى ليله سعيده امبارح وكمان على المستوى الفني كانت مباراه فنيا على ارض الملعب كمان امتعت الجمهور يعني. صحيح عندي اسئله كثيره جدا وعندي نظرة مختلفة وشاملة كده على مشوار كولر والمرحلة. امسي على احمد بس. مساء الخير يا ابو حميد ويعني انطباعاتك المبدئية كده عن ماتش امبارح. اولا مساء الخير يا احمد ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي طبعا والانطباع طبعا يعني جمهور الاهلي مات يعني نام سعيد امبارح وبشوف ان النادي الاهلي امبارح استحق المكسب امام المنافس زي ما بلال قال طبعا المباشر والمنافس الحقيقي هذا الموسم فريق بيراميدز قدم مباراة يعني متوسطه لكن الاكثر اصرار واكثر رغبه في الفوز هو اللي قدر يحقق المكسب وده كان من نصيب النادي الاهلي وكان باين جدا الريمونتادا الكبيره جدا وقفشه كان ليه دور كبير جدا في الفوز المهم جدا في توقيت مهم جدا وفوز في طريق النادي الاهلي ل طبعا صدارته المعتاده لبطولته المفضله الدوري ان شاء الله هكذا نتمنى. بس خليني اقرا معاكم سيناريو الماتش ده لانه بتهيألي كمان سيناريو المواجهه بتاع امبارح هيتحدد على اساسه بشكل كبير جدا سيناريو المواجهه اللي جايه يوم 22. احساسي الشخصي واسمع رايكم وانطباعاتكم انه
يوريتيتش ما كانش عنده روح المغامره او ما كانش عنده الرغبه امبارح في انه رهانه اكتر كان على انه ما يخسرش، يعني ما خسرش ولو كسبت او خطفت يبقى تمام، لكن في النهايه لو فضلت محافظ على الجاب او المسافه اللي بيني وبين الاهلي من حيث عدد النقاط، وحتى لو رهنت على خروج ماتشين اللي هيجمعوا الاهلي وبيراميدز بالتعادل انا الكسبان. واضح كده من تشكيل، من بدايه اختيار الاسماء، من طريقه لعبه في الشوط الاول انه ده كان طريقه تفكيره في مواجهه الاهلي امبارح. خلينا نقول يا احمد ان احنا في الحلقه اللي سبقت ليله المباراه اتكلمنا عن ان التشكيل دايما بيديك انطباع كمتابع او كمتفرج عن ايه هي الطريقه اللي هيدخل بيها المدير الفني او ايه هي نواياه من المباراه. فالجميع امبارح تفاجأ ان محمد الشيبي احد اهم مفاتيح لعب نادي بيراميدز. احنا في الحلقه اللي فاتت لما استعرضنا اتكلمنا قلنا اهم اثنين لاعبين فيستن وشيبي. وشيبي بلغه الارقام كمان هو اكتر لاعب صناعه للاهداف في الدوري المصري يعني. فالمدير الفني امبارح قرر في مفاجاه غريبه ان هو يبقي الشيبي على دكه البدلاء بحجه ان هو اللاعب ما بيأديش الادوار الدفاعيه بشكل كويس، وهو حتى نقلت عنه تصريحات ان قال ان اللاعب تأثر نفسيا طبعا بالأزمة الشهيرة اللي كانت موجودة بينه وبين حسين الشحات. ما تعرفش الموضوع كان رايح لفين، ولكن فنيا احنا بنتكلم فنيا على أرض الملعب هو حرم فريقه من لاعب مهم جدا. كمان اختياره للبديل اللي يعوض محمد الشيبي، حتى مع وجود الشيبي في الملعب بعدها ما حسيتش هو هو عدل الملعب ولكن ما عملش يعني يمكن كان عنده مشاركة في كرة الهدف الثاني الشيبي من الكورنر اللي أحرزه أحمد سامي، ولكن احنا بنتكلم عن اختياره حتى للبديل على أرض الملعب. هو ما عوضش الشيبي بلاعب حتى زي أحمد توفيق أو أحمد فتحي الاثنين الظاهرين الموجودين في نادي بيراميدز، ولكن اختار ان هو يروح لكريم حافظ اللي هو اصلا مركزه الاساسي باك شمال او باك ليفت، وهو بدا بكريم. وبعد نص ساعه طبعا وضحت الـ يعني الموضوع كله كان النادي الاهلي حتى احرز الهدف الاول وكان في طريقه لزياده غله الاهداف، فتدارك يوريتيتش الموضوع سريعا اهو وعمل تغيير مبكر بخروج كريم حافظ ونزول محمد الشيبي مره اخرى. عندنا يعني بعد ما نستعرض الفيديوهات، يمكن احنا كنا في الملعب المباراه بالامس ويعني اخذت كده كام صوره للملعب او شكل الملعب الشكل الفني اللي كان عليه بيراميدز بالامس. هجوم بيراميدز امبارح واحده من كبير. افضل مباريات مع محمود مرعي على يعني على مدار مسيرته كلها. يعني كان في ناس عندها اداء فردي عالي قوي يعني محمود مرعي من جانب بيراميدز، محمود مرعي بص يا احمد ده الشكل التكتيكي اللي كان عليه بيراميدز وهو بيحضر الهجمه. احنا كنا اتكلمنا هنا في الحلقه وقلنا ان بيراميدز مش هيعرف يعمل بيلد اب من بدايه من حارس المرمى والاثنين المساكين، فاختار الراجل ان مهند لاشين اللي عليه الدايره في الشمال ده مهند لاشين ينزل في وسط الملعب، ينزل قصدي في وسط الاثنين المساكين. بص بقى الشكل الدايره اللي في الشمال هنا خالص دي يا احمد ده محمد حمدي ده الظهير الايسر. بص مكانه فين الناحيه الثانيه قصاده في الجانب الايمن ده الصوره دي بعد نزول محمد الشيبي، كان الاثنين الظاهرين طايرين كهاف باك، واللي نازل لتحت هنا قدامنا في الصوره ده مصطفى فتحي. هو كان واضح ان في تركيز كبير على جبهه خالد عبد الفتاح وكان في كور كتير جدا بتتلعب. بالظبط لا انا عايز اقول لك بقى كمان نفس التكتيك بتاع كولر، الجناح فيها بينزل لنص الملعب والظهير فيها يطير وتتلعب له الكوره، ولكن هو هنا كان مبالغ قوي في الاظهره. انا جايب الصوره دي تحديدا يا احمد عشان اوريك بص ازاي كولر بقى تعامل مع الشكل التكتيكي لبيراميدز. بص هنا طاهر محمد طاهر في الناحيه الشمال في الجانب الشمال للنادي الاهلي واقف لمصطفى فتحي، امام عاشور قافل على بلاتي توريه، وسام ابو علي واقف على الدايره ما بيعملش الضغط العالي علشان نص الملعب ما يضربش، وهناك هتلاقي حسين الشحات قافل ناحيه محمد حمدي ومنعم مع مايلي وربيعه مع فخر لقاي. فالنادي الاهلي حرم بيراميدز امبارح رغم امتلاك بيراميدز لثلاثي خط وسط مميزين جدا اللي هم الثلاثي وليد الكارتي وبلاتي توري ومهند لاشين. مهند برضو بالمناسبه عمل مباراه كبيره امبارح من نجوم الماتش. بالظبط الثلاثه دول تحديدا عندهم كوره، فاختار مارسيل كولر ان هو يقف بالشكل دوت في حاله امتلاك بيراميدز الكوره علشان يحرمه من عمليه البيلد اب والتحضير او امتلاك الكوره في نص الملعب. الحاله اللي بعدها على طول يا احمد لا دي كره الهدف، معلش هنروح بس للصوره اللي بعد دي على طول. دي كره بص يا احمد ده احمد الشناوي عايز يعمل بيلد اب ويحضر من الخلف، على طول ضغط النادي الاهلي باثنين طاهر محمد طاهر وسام ابو علي الاثنين المساكين بتوع بيراميدز، الكره عندهم في الخروج بالكره مش احسن حاجه. بص بعد كده احمد الشناوي الصوره اللي بعدها على طول هيشاور لهم انا مش هقدر اعمل بيلد اب، هيشاور نخش على الصوره اللي بعدها على طول وهتلاقيه لعب الكره كرة طولية في وسط الملعب. إذا مارسيل كولر امبارح حرم بيراميدز من امتلاك الكرة في وسط الملعب، ودي نقطة قوة بيراميدز الثلاثي بتاع وسط الملعب، أو حتى حرمهم من التحضير وبداية الهجمة من منطقة جزائهم، وده سر من أسرار تفوق النادي الأهلي على أرض الملعب. سريعا يعني حبينا ندخل في الموضوع عشان نبين ليه النادي الأهلي امبارح كان بالشكل المميز اللي ظهر بيه، وليه بيراميدز ما ظهرش بالحالة اللي كان عليها
في ال 14 مباراه اللي سبقت مباراه النادي الاهلي. انا هقسم الماتش معاكم، يعني انا بشوف الماتش ده مراحل. ثلث ساعه اولى كان الاهلي فيها هو الاقوى، هو الاخطر، هو الاكثر فعاليه، هو الاكثر وصولا، وبيتهيألي لو كنا نجحنا في استغلال الفرص اللي اتيحت لينا او اللي كنا قريبين فيها من مرمى بيراميدز كان سيناريو المباراه اختلف تماما، وكانت المباراه دي ممكن تروح في سكه ثانيه، في سكه سكور يعني تاني. يعني كره وسام اللي حطها تشيب من فوق الشناوي دي لو كانت دخلت، كره وسام برده ثاني اللي حسين عملها له، الثانيه اللي حسين عملها له، بس كانت الباس كان سريع شويه وهو ما لحقش من رجله، ما لحقش يقفل رجله فيها كويس. تسديده مروان عطيه اللي كانت متصلحه له وبيتهيألي كانت يعني محتاجه تتحط بليسنج اكتر ما تتحط فيها قوه. يعني لو الاهلي كان استغل الفرص دي، ده الشيب اللي كنت بقول عليه. الكره دي وسام الحقيقه يعني ما هي بتتلعبش غير كده، هي بس كانت محتاجه ان تبقى رجله احن شويه في الشيب عليها اكتر من كده. لكن اقصد اقول الثلث ساعه الاولى الاهلي عمل كل حاجه في الكوره بالظبط. طبعا اتفق معاك احمد جدا، النادي الاهلي قدم 25 دقيقه مميزه، كان ينقصه بس التوفيق. وده الهدف بتاع الهدف طبعا وسامل. الهدف ده انا هتكلم عنه، ان انا جايب حالات عن الهدف ده، لان الهدف ده جمله تكتيكيه لمارسيل كولر مهمه جدا. وعايزك تكلمني على السويتش اللي حصل بين الشحات وطه. طيب كويس جدا. السويتش ممكن نجيب الحالات، يعني انت يعني ما كنتش تعرف الحالات اللي انا جايبها. هو فعلا السويتش ده ليه دور مهم جدا، وده الجمله. بص ده طاهر، يعني ده طاهر محمد طاهر اللي في نص الملعب. أيوة. طاهر استلم الكره من حسين الشحات، لعب الكره الناحيه الثانيه هناك خالص. نكمل الحاله اللي بعدها عند اكرم، عند اكرم، اكرم طاهر. حد بص يا احمد، لا طاهر ده ولا خالد، ده خالد عبد الخالق. اكرم وراه، اكرم وراه. بص طاهر هيتحرك من نص الملعب، هيتحول من لاعب كان جناح، حسين الشحات هيروح كجناح يمين هناك. أيوة. وطاهر هيتحول لمهاجم ثاني. نقف هنا، طاهر محمد طاهر هو عند نقطة الجزاء، نقطة الجزاء. والجملة دي مارسيل كولر بقاله أكتر من أربع خمس مباريات بيعملها، عملها مع عمرو السولية وكان هو اللي بيتحول. وأنا جايب حالات لعمرو السولية في مباراتين الجيش وهو بيتحرك بنفس المكان، والنادي الأهلي بيحرز منهم أهداف لوحده خالص. اتكلمنا عنها الحلقة. لا وفي حاجة تانية، بص المدافع بتاع بيراميدز تلقائيا هيعمل إيه؟ أنت دلوقتي لو مدافع هيروح على طاهر، وده اللي هيحصل. الحالة اللي بعدها مدافع بيراميدز أعتقد محمود مرعي هيتحرك. نكمل الحل بعدها، نروح الصوره السلايد الثاني اللي بعده. حسين الشحات هيعرض الكره، طبعا المدافع راح على طاهر، وسام علي طبعا لوحده. ده يبين ذكاء مارسيل كولر، ذكاء طاهر في ان هو بيكافئ كولر في طبعا توظيفه في مركز المهاجم الوهمي اللي كل المدافعين مش واخدين بالهم ان طاهر جاي من الخلف، ودي حاجه كولر بدا يعملها بالفتره الكبيره، عملها مع حمدي فتحي في اوقات كتير جدا، ودائما بتنجح في المباريات الكبيره. عملها قبل كده في مباراه الزمالك مع حمدي فتحي، عملها في مباراه بيراميدز ايضا مع حمدي فتحي. والنهارده وسام ابو علي برده بيتحرك تحركات نموذجيه، تحركات بتخلق مساحات للعيبه اللي جايه من الخلف. مهاجم مميز جدا جدا جدا، وكمان دقه باص حسين. طبعا باص حسين، يعني باص حسين قدامه. بص يا بص يا بص يا احمد، اربع لاعبين من بيراميدز، وان انت تعمل الباص بالدقه دي لاخر واحد، خلي بالك اربع لعيبه وحارس مرمى. لا ووسام اخر، وسام اخر واحد كمان. الشناوي لو خد خطوه بالظبط كان ممكن جدا. نجيب بقى الحالات، الحاله اللي بعدها. بص انا بص هنا، ده عمرو السوليه لاعب تاني خالص. اوريك بس ان كولر ازاي بيعمل نفس الجمله لكن بلعيبه مختلفه. هنا عمرو السوليه المفروض لاعب رقم 8. أيوة. بيتحول لمهاجم تاني، هو راس حربه، هو راس حربه هنا في الصوره دي طبعا راس حربه. نكمل. ده كريم فؤاد هيعدي، هيعرض الكوره، طبعا هتحصل لخبطه هنا ما بين وسام ابو علي. برده وسام ابو علي دايما مشاكس في كل كوره. عمرو السوليه اللي عليه الدايره ده، الكوره مستنيه جدا ترد من المدافعين، هيكمل الكوره بسرعه جدا في قلب المرمى. طبعا عمرو السوليه عمل كده في مباراه الجيش الثانيه، دي المباراه انتهت 4-0. المباراه الثانيه 2-0، عمرو السوليه برده نزل بين الشوطين ونزل جاب جول بنفس المكان، نفس كل حاجه. فكولر نجح بالرغم ان انت ما عندكش غير مهاجم واحد في السكواد، عندك بقالك اكتر من اربع خمس مباريات تقريبا، هو نجح ان هو يخلق مركز جديد لاغلب اللاعبين في الملعب، سواء لاعب رقم 8 او حتى طاهر، ويعمل لا مركزيه خلت اللي انت قلت عليه احمد في البدايه، قلت السويتش ما بين حسين الشحات وطاهر، لعيبه بيراميدز كانت تايهه، وده بانت جدا في اغلب حتى في جول حسين الشحات او ضربه الجزاء، ان لعيبه بيراميدز واقفه تايهه، لان حسين الشحات بيتحرك في كل حته في الملعب، مفيش حد موجود في مركز واحد. هو اكتر لعيبه الاهلي اللي كانوا امبارح مصدر خطوره، كانوا فايقين، كانوا حسين عمل يعني في التوب فورم. يعني حسين عمل واحده من افضل مبارياته في مسيرته، يعني حسين امبارح لما تيجي تعد مباريات حسين الشحات خلال مسيرته، ولازم تجيب مباراه الاهلي وبيراميدز اللي لعبت بالامس، حسين عمل كل حاجه في الكوره. وعجبني فيه جدا ان هو ما تأثرش نفسيا بالكلام اللي كان قبل المباراه، ولا نزل ركز لعب كوره احرز او صنع رد في الملعب. يعني بالظبط، رد في الملعب. وده على فكره ده دي طريقه اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي واثقه
من امكانياتها يقدر يفصل تماما بين داخل وخارج الملعب. حسين على ارض الملعب ادى فريقه المردود او قدم لفريقه الاضافه المطلوبه امبارح اللي ساعدت الفريق ان هو يحقق فوز مهم جدا جدا في مشوار لقب الدوري الزمالك. بمناسبه كلامكم عن او كلام احمد عن اللامركزيه، النادي الاهلي بقاله فتره كبيره يمكن بعد ما انتشى النادي الاهلي في الاداء، النادي الاهلي كان خارج او كان داخل على مباراه الدوري يمكن واجه صعوبه في بدايه العوده لمباراه الدوري، سواء بالفوز على فاركو 2-1 او الداخليه 2-1 و1-0. النادي الاهلي كان لسه بيتخلص او بيتعافى من الضغوطات النفسيه او الذهنيه اللي كان عليها في مشوار افريقيا، ولكن بدا كولر يغير المعامله بتاعته او التعامل مع مباراه الدوري من حيث الروتيشن، من حيث استخدامه لكافه مفاتيح اللعب، وعمل حاجة بقى أنا بشوف إن هي سر تفوق النادي الأهلي. النادي الأهلي أصبح بيهاجم كمنظومة مش كأفراد متقيدين بمراكز، وأصبح كمان بيدافع كمنظومة. يعني أنا في كرة جايبها معايا، كرة حالة وحيدة دفاعية بس بوريك إن قد إيه النادي الأهلي أصبح زي ما بيدافع. آخر صورة معايا في الحاجات اللي أنا كنت جايبها كرة مصطفى فتحي اللي كانت رغم بس مع تحفظي خلينا نتفق برضه عشان إحنا بنتكلم اللي لينا واللي علينا، واللي علينا ده يهمنا في اللي جاي، لأنه الهدفين اللي دخلوا الأهلي امبارح اخطاء دفاعيه ساذجه جدا يعني مفترض انها ما تتكررش. الاولاني يعني الاولاني والثاني بصراحه، سواء في الرقابه يعني في التمركز في التوقع، يعني دايما المدافع مطلوب منه انه يقرا السيناريو قبل ما يحصل، على هذا الاساس بياخد قراراته في التمركز الصحيح او في انه يراقب او انه يقرب من اللعيب او انه ياخد زاويه يمنع فيها التمرير. الهدفين اللي دخلهم بيراميدز امبارح فيهم بص يا احمد معلش عشان هي دي الصوره، اتفضل بص هنا مصطفى فتح الكره دي لما داس عليها من وسط الملعب وكان رايح انفراد بالمناسبه، صحيح. ومصطفى اسرع لاعب تقريبا على ارض الملعب، يعني مصطفى فتحي من مميزاته الكبيره أنه لاعب سريع جدا. بص اللي دخل على مصطفى فتحي وقطع الكره كام لاعب يا احمد؟ كريم فؤاد خالد عبد الفتاح محمد عبد المنعم، الثلاثه كل واحد فيهم فتح سبرنت على مين اللي هيوصل ويقطع الكره في النهايه. محمد عبد المنعم اخرجها، ولكن زي ما بقول لك النادي الاهلي تحول في الفتره الاخيره من مباراه الدوري ان هو بيدافع كمنظومه وبيهاجم كمنظومه، وده سر كبير من اسرار النجاح وتفوق النادي الاهلي على ارض الملعب. يعني الكره دي اصلا خالد عبد الفتاح ده مش مكانه خالص، ولكن خالد عمل الترحيل علشان يوصل مع محمد عبد المنعم وكريم فؤاد ان هم يقفلوا تماما على مصطفى فتحي طريق المرمى، صحيح. ونجحوا ان هم يمنعوا كره برده ثانيه يعني بالمثل كده لطاهر. برضو عشان لطاهر دي كره مهمه جدا، دي مهمه جدا الشوط الاولاني كروس من الشيبي وبلات الطريق راح مصلحها لمصطفى فتحي تقريبا طاهر رجع وده محمد حمدي ده من اسباب البدء بطاهر. ناس كتير ممكن بتغفل عن دور طاهر، ادى دور تكتيكي مهم جدا بغض النظر عن الهدف الاولاني اللي طاهر ليه دور مهم جدا او ليه مثلا 70% كره سامي ولا كره هدف احمد سامي ولا هدف فيستن؟ لا انا بتكلم طاهر دوره الدفاعي ولا بتتكلم على الهدف بتاع الاهلي؟ لا هدف الاهلي الاولاني بتاع اسامه ابو علي، بس هدف الاول بتاع الهدف الثاني بتاع بيراميدز انا بشوف انه طاهر خطا مشترك طاهر والشناوي هما الاثنين، هو واضح ان الاثنين اعتمدوا على بعض، يعني الشناوي شاف ان الكره بعيده شويه فما خرجش، وطاهر شاف ان هي قريبه للشناوي يعني ان الشناوي هيمسكها فانا مش هكمل مع الراجل. انا هقول على حاجه، انا وجهه نظري في الاوفر ده بالذات، يعني لو جبنا الاوفرات كلها اللي بيرفعها الشيبي يعني الاحساس بتاع لاعب الكره عنده حاجه ميزه مهمه جدا ممكن ناس كتيره ممكن ما تاخدش بالها منها. الاوفر بتاعه مغري، يعني مغري يعني خليك انت كحارس مرمى لا منك قادر تطلع ولا منك مش عارف تعمل ايه فيها تصرفك، لان الكره بتبقى ما دام قريبه منك والكره معموله سكرو كده بتلف بيبقى فيها سويرف بالظبط. فالموضوع ده يعني برضو عايزين نقول ان هي في مش بالونه، يعني دايما الكره اللي بالونه لا ما هي بص نازله يعني كده الكره يعني بتبقى هو عمل ارتفاع ثابت وبقوه متوسطه بتبقى الى حد وبليسنج كمان يحطها، يعني خد بالك هو مميز قوي فيها حاططها اللاعب الاوفرات اللي هي في ال 6 يارد بتبقى سهله قوي لحارس المرمى المنطقه دي هو بيدومينيت فيها خصوصا انه بيشتغل بايده، لكن اللي بره ال 6 يارد الى حد ما خصوصا لو ما كانتش بالونه زي ما بنقول يعني مش كروس عالي لا بتبقى علشان كده دايما ودي نفس الكره اللي طلعها طاهر بالمناسبه بصيت على كره الكروس اللي اتلعب والطاهر فيه اللي كان هيروح فيه مصطفى فتحي ده منع هدف انا بشوف منع هدف مؤكد صحيح. ولكن في تعليقا على الاوفر اللي اتعمل دايما التايمنج مهم عند حارس المرمى، يعني لو انت هتخرج مش هتخرج التردد دايما هو اللي بيعمل مشكله، يعني معظم الاهداف مش في حاله الشناوي لا عامه مع حراس المرمى دايما حتى مدرب حراس المرمى يقول لك التايمنج التوقيت خدت قرار بالخروج هتطلع على الكوره ممكن توصل ممكن ما توصلش، لكن التردد ممكن يعمل لك مشكله يعني انت ممكن في الخروج تمنع زاويه الرؤيه عن المهاجم او تضايقه، لكن كونك انك تتردد هي دي اللي بتعمل المشكله، عشان كده التايمنج مهم جدا
زائد ان احنا يعني برضو قدرنا بعد كده في على ارض الملعب ان انت بيراميدز انت بدات المباراه بافضل سيناريو، احرزت هدف، كنت قريب من ان انت تعزز النتيجه بهدف واتنين كمان. ده السيناريو اللي ما بحبوش دايما، عارف لما تحس انك انت اتقدمت وانت ضاغط وانت اخطر وانت اقرب، بيجي شويه احساس عندك انه انت ركبت الماتش والماتش بتاعك وانك هتسجل في اي وقت. بس ده النادي، بس ده يا احمد برضو ده من ميزات النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي امبارح لو نشوف كره الهدف، كره هدف التعادل اللي احرزها مايلي، بالظبط. النادي الاهلي بعد ما احرز هدف، مش من طبيعه النادي الاهلي ان هو بيرجع او يعني بيقف ورا تاني، لا، النادي الاهلي احرز هدف اول واشتغل على انه يجيب الهدف الثاني. خلي بالك، هي كره الهدف الاول، هي كره الهدف الاول اتكررت مع النادي الاهلي الموسم ده 3 أو 4 مرات، وتحديدا مع رامي ربيعه. واضح ان مفيش تنسيق بين رامي وبين محمد عبد المنعم او بين خط الدفاع عامه. اكتر 3 وقفوا في الحته دي مع بعض هم الشناوي وربيعه ومنعم، اكتر 3 لعبوا السنه دي، خدوا ماتشات. وخلينا نتفق انه الثلاثة مقدمين سيزون محترم جدا. بس القرار يا احمد، القرار، انا ما اجي احس، بص، ان الناس كتير جدا، انا شايف الناس بتقول لك مين يحاسب على فاتوره الجون ده، شناوي ولا منعم ولا ربيع؟ انا شايف انه الثلاثة يحاسبوا على الفاتوره. عشان كده بقول لك غياب التنسيق بين الثلاثة. انا لو هلعب على الاوفسايد او هضرب الاوفسايد لازم الخط كله يطلع. ففي الكره الهدف محمد عبد المنعم وخالد وكريم الثلاثة على خط واحد، الوحيد اللي مأخر عنهم رامي ربيعه. فيا رامي انت هتلعب معاهم، يبقى في كلام بينك وبين انا عندي بس مشكله في الكره الهدف ده، لانه الهدف ده اتكرر اكتر من مره، ان رامي حتى لو مش هيطلع يضرب الاوفسايد يقرب بس من المهاجم، يا اما يبقى الخط كله على خط، او اللعيبه كلها على خط واحد، او ان انا العب على المهاجم دايركت على طول. انا ما عنديش مشكله ان الكره، بالمناسبه ان لو محمد عبد المنعم او رامي ربيعه الاثنين حد فيهم مع مايل امبارح في كره الهدف، توقع عبد المنعم كان ممكن يمنع الخطوره. وخلي بالك هو عبد المنعم، توقع عبد المنعم ده دفاع من عبد المنعم. انا عارف، يعني انا بس بقول ايه، انه عبد المنعم جدا وارد لو كان متوقع صح وتمركز صح كان الكره دي اتقطعت ما توصلش بالظبط، وكان ممكن يعمل تاكلينج ويمنعها. نمره 2 تغطيه ربيعه للاوفسايد خلت فيستن في موقع سليم. يعني في هما الاثنين الوهله الاولى انا شفت الكره اوفسايد، بس لما اتعادت لقيت ان رامي غطي. نمره 3 خروج الشناوي لو كان بدري شويه بالزبط. كان ممكن جدا، لان في زاويه وضحت ان مايلي لما زق الكوره الكوره بعدت عنه شويه، القرار كان ده التايمنج بتاع كان بدري شويه. الثلاثه هنا شايلين. وخلي بالك انا مش يعني انا مش من هواه ان انا شايل الهدف، لا انا ما بشيلش. لا عامه مش احنا لا انا بتكلم عشان بعد يعني بالزبط. عشان اللي جاي لانه اللي جاي كله احنا، والهدف دايما، بص يا احمد، الهدف دايما مسؤوليه الجميع، لازم يبقى خطأ. يعني انت لو جينا لبدايه اللعبه وليد الكارتي عمل الباص مرتاح قوي، فاحنا هنيجي نروح نلص لوسط الملعب برضو. وبعد كده الخط الدفاع، وبعد كده بالتبعيه لحارس المرمى. فالهدف دايما بيبقى خطا مشترك، حتى لما بيجي اي مدرب يحلل الاهداف اللي دخلت مرماه دايما بيحمل المسؤوليه للجميع، لانك ما تقدرش تشيل الهدف للاعب واحد. ولكن زي ما انت قلت، الحمد لله ان الهدف دخل في مباراه قدر النادي الاهلي يتدارك فيها النتيجه بالزبط. ويطلع بمكسب، علشان اللي جاي النادي الاهلي بتنتظره مباريات صعبه. مش عايزين نقول ان الفوز بتاع امبارح اكتر من انه فوز بثلاث نقاط، معنويا كان فوز على فريق او منافس مباشر للنادي الاهلي، بيديك افضليه معنويه وبيهز ثقه المنافس، لانه هيدخله بعد كده في دايلاميت ان هو ممكن بعد كده يفقد نقاط امام منافسين اخرين. لكن المهم ان النادي الاهلي زي ما فاز على المنافس المباشر ايضا يتعامل مع كل مباراه زي ما كان، وقلنا ان المرحله الحاليه شعارها مكسب بيجيب مكسب. الحمد لله 13 فوز متتالي. نتمنى يا رب ان احنا نتعامل مع كل مباراه بنفس الجديه بتاعه امبارح، نفس الرغبه والشعور صحيح اللي كان عند اللعيبه، ونقدر في النهايه نتوج بلقب الدوري. طيب قفشة، انا اتكلمت على قفشة كتير جدا في بدايه الحلقه النهارده، قلت انه في لعيبه جدا لما بتتحط تحت ضغط ما بتقدرش، يعني بيأثر ده على مستواها في الملعب، بيأثر ده على درجة تركيزها، بيأثر عليها في التمرين وإنها تبقى حاضرة وجاهزة وبتشتغل على نفسها كأفضل ما يكون. قفشة يمكن من أكتر اللعيبة اللي في الجيل ده اتحطت تحت اختبارات مع منتخب مصر الوطني، والاختيارات بتاعته اتحط تحت اختبارات وتحت ضغط، سوشيال ميديا وإعلام اتحط تحت ضغط، أجهزة فنية اتحط تحت ضغط. لكن لما تفتكر مشوار قفشة مع النادي الاهلي لغايه الى يومنا هذا، هتلاقي انه في كل موقف صعب اتحطيت فيه وكان قفشه واحد من الاوراق اللي بتلجا ليها، كان بيصنع الفارق. مزبوط. في كل بطوله او في كل مناسبه، انا اصلا بحب قوي اللعيبه اللي بتظهر في الاوقات الصعبه. يعني في لعيبه بتتنجم بصراحه، واخده شو بالونه زي ما بنقول كده، وهي اللي على مستوى الارض
ما تيجي تحاول تقرا ايه الانجاز او ايه يعني عملنا حاجة. ايه بصمتك ايه حققت ايه جبت ايه صنعت الفرق امتى ما تلاقيش. لكن البروباجندا والشو عظيم جدا جدا. قفشة واحد من اللعيبه المظلومه جدا في الحته دي. قفشة واحد من اللعيبه اللي اتحطوا في اختبارات كتيره ومواقف كتيره جدا صعبه جماهيريا واعلاميا وفنيا من اجهزه فنيه كتير جدا. مش كلام مش بس على مستر كولر لكن تجربته مع كولر برضو صعبه لانه قفشة كان طول الوقت اساسي لكن هو ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي واجهزه فنيه تانية قبل كده كتير ومنتخب مصر مع اكتر من جهاز فني كتير ورغم كده الولد الحقيقه لازم نحسب له الحته دي بصراحه. طبعا اتفق معاك يا احمد في كل كلمه بتقولها. قفشه يعني انا اطلقت عليه رجل المواجهات الحاسمه او اللحظات الحاسمه. دايما كل ما تحتاج قفشه في كل مباراه كبيره هو دايما بينصفك او دايما بيكافئ سواء كولر او اي مدير فني قبل كده لان دايما قفشه بينزل وده نادرا لما يحصل لما لعيب كبير ويبقى قاعد على دكه الدولاء. نادرا لما تلاقي لعيب كبير قاعد على دكه الدولاء مركز بينزل دايما يعمل الفارق. عمل كده في مباراه الزمالك طبعا ونزل في كاس نهائي كاس نهائي الكاس احرز هدف في وقت قد ايه؟ ما انت لو بصيت الوقت اللي بينزل فيه قفشه احرز وصنع. امبارح قفشه بينزل تقريبا 10 دقائق بينزل وفي الدقيقه 85 برضه بيحرز هدف. ناس كتير جدا ربطت بين انا عجبني ده. عجبني قفشه انا كنت عجبني في الملعب كمان امبارح وقلت كده قلت ان قفشه هيجيب جول في الدقيقه 85 يعني كان احساسي كده يعني. عجبني قفشه في فيديو يعني مع احد اصدقائه فبيقول له مبروك الفوز والاداء مبروك الهدف والاداء قال له لا قول لي مبروك الهدف اداء انا لحقت العب. هو منطقي حتى مع نفسه هو عارف ان هو ما بياخدش دقائق اللعب في اوقات كتير ولكن هو بيعمل الاضافه مظبوط هو قال له كده والله قال له مبروك الهدف والاداء قال له فين الاداء قول لي مبروك الهدف لكن الاداء ما انا ما لحقتش يعني. هو قفشه يستحق والكل مجتهد نصيب يا احمد لازم نتفق. وقفشه بيتمرن كويس جدا. لا انا بتكلم مش بس كمان بدي كريدت لقفشه يعني كريدت لازم ياخده قفشه لكن بس بقول لعيبه كتير جدا في اوقات كتير جدا ممكن تحس انك انت اتظلمت او انك انت مش واخد حقك بالشكل الكافي او ان انت محتاج اكتر من او حقك انك تاخد اكتر من كده. الاهم من ده انك تتعلم انك ده ما ياثرش عليك انت شخصيا. الجهاز الفني ده موجود النهارده او وجودك مع المنتخب ممكن يبقى حصل النهارده ممكن يبقاش حصل بكره ممكن الفرصه تجي لك بعد كده. فدايما اشتغل على نفسك دايما ما تخليش حاجه تعطلك او حاجه تكسرك. انا بقول لك كمان انه ده واحد من الدروس المستفاده للعيبه اللي جايه بعد كده. بص احمد في اتنين لعيبه من وجهه نظري في مصر حتى لو مش في حالتهم وجودهم في الملعب مهم جدا بيصنع الفارق. حسين الشحات صحيح محمد مجدي قفشه. والشحات كمان اتظلم مع المنتخب كتير جدا اتظلم كتير جدا اتنين لعيبه في عز ما انت ممكن تبقى شايف ان هم مش افضل حالاتهم لكن بيقدروا يصنعوا الفارق. عندهم الخبرات وعندهم المهاره وعندهم الذكاء الكبير جدا في الملعب. أيوة. لو شفنا الهدف بتاع لا عشان. مش بس كده يعني فكره الماتشات الكبيره يا احمد طبعا يعني بص اي لعيب في الدوري معلش مع كامل احترامي لكل اللعيبه الكويسه والدوري المصري فيه لعيبه كتير كويسه بس اي لعيبه كويسه في الدوري ما اتحطتش تحت ضغط مزبوط. ضغط منافسات وفرق وبطولات زي اللي اتحطت فيها لعيبه النادي الاهلي مع اهم واكبر الاسماء مع ماتشات وملاعب في افريقيا وفي اسيا ومع فرق تقيله جدا وقدروا يكونوا عند مستوى الحدث دي طبعا هو ده التقل التاثير اللي انت محتاجه مع منتخب ده بص ده اللي بيفرق كارير لاعب عن لاعب يعني أي. الكارير في النهايه بعد ما اللاعب بيبطل يعني انا مثلا لما نيجي نقف عند الجيل التاريخي لمنتخب مصر مع كابتن حسن شحاته بكل الانجازات اللي عملوها ولكن تبقى مباراتهم امام البرازيل 4-3 واحده من اهم مباريات الجيل التاريخي على يعني على كل مسيرتهم يعني انا كواحد زي ابو تريكه او محمد زيدان او احمد فتحي او حسني عبد ربه كل اللعيبه اللي لعبت مباراه البرازيل هيفضل دي واحده من اهم رغم خساره المنتخب ولكن حجم المنافس اسم المنافس مستوى او جوده اللاعبين اللي على ارض الملعب اللي انا عملت عليهم مباراه اجبرت معلق المباراه يقول ان ان البرازيل لابسه احمر أيوه. فده اللي بيديك الكريت بقى زي ما انت بتقول ان انت لاعب كبير لاعب تقدر تؤدي في يعني في مستوى تنافسي اعلى مما قد يتوقعه البعض منك انت او من مردودك هو ده اللي انا علشان عارفه. بالظبط علشان كده انا بشوف ان قفشه تحديدا ولازم ندي له حقه. قفشة بعد العودة من الكورونا لو تفتكر يا أحمد أول مباراة للنادي الأهلي كانت أمام الوداد المغربي في المغرب وقفشة أحرز قفشة أحرز الهدف الأول لما ضغط وراح وأحرز الهدف. الهدف ده والمباراة دي تحديدا كان ليها عامل وتأثير كبير جدا بعد كده لتتويج النادي الأهلي باللقب اللي كان فيه قفشة برضه بالظبط اللي قفشة أيضا كان سبب رئيسي. فلما تيجي تبص على الأهداف الحاسمة لقفشة لا هي مش صدفة. قفشة بالظبط في الحقيقة عامل زي الشخص اللي كل ما يقولوا عليه الراجل ده خلاص كده جاب آخره فبيقول يثبت لهم إن في كل مرة لا لسه أنا لسه عندي كتير. يعني ما حدش هيتخيل إن في مباراة السوبر أمام الزمالك قفشة كان ينزل يصنع ويسجل. في مباراة بيراميدز امبارح يوم الجمعة في الدقيقة 85
حاجه من الخيال انك بتكرر نفس المشهد بعد سنوات امام منافس كبير ومباراه حاسمه وبتحرز بنفس الطريقه، يعني يمكن كان العالم وفي كله نفس الجول بالظبط ونفس الزاويه نفس المرمى وفي نفس الزاويه يعني يمكن العالم كله قبلها بيومين كان بيتكلم عن لامين يامال والهدف اللي احرزه في مرمى فرنسا للشباب قبلها بسنه واحرز هدف مماثل ليه في يورو الكبار امام نفس الفريق. فقفشه بيقول لهم لا، عندنا في مصر برضو لاعب بيحرز بعد سنوات نفس الهدف وامام منافس كبير. فهو ده دايما او اللاعب الكبير اللي بيفرق لاعب عن لاعب. الفوارق الوحيده ان ده كان ابو جبل، الاولانيه كان ابو جبل وده كان الشناوي، وان الاولانيه كانت بوش رجله والثانيه كانت ببطنه. في حاجه ثانيه كمان قالوا ان دايما قفشه هو بيشوط الكوره بيبقى في لعيب مغربي وراه. المره اللي فاتت كان بن شرقي، بن شرقي برده كان الكارت برده تمشي. طب وسام ابو علي حقيقه برده واحد من اللعيبه اللي محتاج، يعني يمكن بلال واحمد كانوا موجودين وانا قبل ما استقبلهم على الهواء وكنت بقول دايما انه المركزين اللي الجمهور دايما مبقاش عندهم مساحه صبر عليهم، يا اما هو يا اما لا مش هو حارس المرمى وهو راس الحرب. واعتقد انه سام ابو علي في نص سيزون بس وبالارقام هستعرض معاكم، صحيح هو قريب مش بعيد قوي من المنافسه على لقب الهداف. امبارح احرز هدفين مهمين جدا، 10 اهداف من 11 مباراه، 10 اهداف واربع اسيستات واحنا عندنا مابولولو تقريبا لا مايلي 14 مايلي 14 من 27 مباراه رقم كبير جدا لوسام. يعني ابو علي هو اللي هيحقق لقب هداف النادي الاهلي، فاضل له 11 مباراه وبيراميدز فاضل له 7. عنده ميزه حلوه وسام ابو علي ان هو متخصص ضربات الجزاء في النادي الاهلي، دي ميزه مهمه جدا فهتساعده ان هو يحقق طبعا لقب هداف الدوري هو يستحق. بس تتحسب ضربات الجزاء تتحسب يعني احنا امبارح كان في ضربتين جزاء، واحده انا بشوف ان كان في ضربتين جزاء، واحده لمحمد عبد المنعم، وبشوف ان في واحده يعني ما حدش اتكلم عنها كتير. انا بشوف كوره امام عاشور، انا اتكلمت على 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 كذا كوره، اتكلمت على كوره شيبي والطاهر وطاهر محمد طاهر اللي فيها يعني لو على الاقل ما فيهاش انذار على الاقل فيها فاول صريح. شيبي انا اعتذر لطاهر دي غريبه جدا. اتكلمت على والله انا ساعات يعني وانا قلت الكلام ده قبل كده، ساعات كتير بشوف انه لعيبه الاهلي لازم تبقى احنا عندنا اصول وبنحترم كل حاجه بس يعني في الملعب لازم يبقى في شويه اجريشن. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد، لانه احنا طيبين جدا، احنا بنتساهل في يعني زقت احمد سامي لمحمد عبد المنعم دي ما ينفعش تسكت عليها. لا دوست مايلي على عبد المنعم برده مع لا، وفي كوره كمان امام عاشور داخل منطقه الجزاء انا بشوفها ركله جزاء، ولكن انا برده عشان نبقى يعني في قصه ان اللعيبه ما تضغطش على الحكم امبارح وانا في الملعب، لا الحكم واضح ان هو كان عنده ما عندوش اي استعداد. لا لا هو من بعيد كده، لا في لعبات كتير جدا بيبعد اللعيبه عنه خالص. يعني هو امبارح ما سمحش في كور باي نقاش مع اي لعبه، في كور فيها دفع واضح يعني في كره لامام عاشور في نص الملعب اعتقد كانت مع بلاتي توريف شوط تاني ده دفع واضح وصريح يعني ما فيهاش الراجل ما هي دي كلمه. اكتر كره بالنسبه لي لما انا اصلا كنت قريب من الزاويه دي قوي قلت ان الحكم خارج الخدمه خالص، خارج الخدمه نهائي. دي كره طبيعيه جدا كان قدامها خلاص يعني زقه في الظهر، ده بيزقه زقه صريح طبيعي جدا ان هي تبقى فاول. لا ده هو بالنسبه له شايف ان هي عاديه. كنت ناوي اقول ايه علشان الدوري الاسباني فانت قلت في الانترو ومحدش يقول لي الدوري، فانا خلاص مش هقول. محدش يقول لي الدوري الاسباني. لا خلينا نتفق على حاجه وده انا سالته الناس، لو كان حكم المباراه بتاعت امبارح مصري الموضوع كان هيبقى صعب جدا. يعني هل كان السيناريو هيمشي يعني بالسلاسه دي؟ ركله جزاء حسين الشحات ركله جزاء صحيحه مليون في المية، لان القانون بيقول التهور والاهمال بيعاملوا معامله التعمد. فما فيش حكم كان هيجرؤ يعني انا بقول لك من دلوقتي، لو كان طاقم تحكيم مصري بالامس كان هيتم استدعاء الحكم في غرفه الفار وكان هيجي وكان هيقيم الحاله بالتقييم اللي الناس بعض الناس يعني قيموه وكان هيلغي ركله الجزاء. لكن الحكم علشان هو بقى ده برده جانب ايجابي، الحكم اصلا وحكام الفار اكدوا له صحه ركله الجزاء في وقتها على طول، لان ده اهمال واضح من لاعب بيراميدز اللي بالمناسبه ما اعترضش تماما على القرار. يعني في صوره لمحمد حمدي وهو قاعد بعد ركله الجزاء حزين في الملعب، ممكن ما تستاهلش انذار عادي، ولكن انا بتكلم ان الحكم زي ما كان ليه سلبيات ايضا الحكام الاجانب ليهم ايجابيات كتير جدا، اهمها سرعه اتخاذ القرار. يعني يمكن امبارح ما شفناش فار كتير، ما شفناش ممكن كان عنده بعض الهفوات زي ما اتكلمنا بعض الدفعات او التدخلات، ولكن في النهايه الحكم الاجنبي بعد ما بيخلص ويمشي محدش بيتكلم عليه ولا بيفتكره. صحيح. هروح معاكم لماتش مودرن
يعني بشوف انا مقسمها كده بصراحه، ماتش مودرن وماتش ماتش مودرن وماتش بيراميدز اللي جايين دول مرحله مهمه جدا جدا على بعضهم باكج، وما بعدهم بقيه المشوار باكج تاني على بعض. شايفين ال 10 ايام دول او المواجهتين دول ازاي تحديدا؟ مودرن اعتقد بره الحسابات او خارج حسابات المنافسه الى حد كبير، ولكنه يظل خصم لاحترامه، فريق على مستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي اقدر اقول ان الفرق تقيله في الدوري. ماتش هيكون صعب بالنسبه للنادي الاهلي. شايفين المباراه دي ازاي واستغلال الدفعه المعنويه بعد تحقيق فوز اول؟ اعتقد ان الضغوط دلوقتي بقت اكتر على بيراميدز منها على الاهلي. طبعا يا احمد، وشايف ان فريق مودرن فيوتشر مع كابتن طلعت يوسف بيقدم اداء كبير جدا، وكان كابتن طلعت جهاز رقم كام دلوقتي في مودرن؟ جهاز رقم 3 من كابتن حسام حسن، وبعدها جه كابتن مصطفى، وبعدها جه كابتن بعتمد مصطفى، جه كابتن طلعت يوسف، هو الثالث الرابع عشان كان في البرتغالي. لا البرتغالي ده في اول الموسم خالص يعني، هو ده الرابع طلع كابتن طلعت رابع جهاز. فبنتكلم كابتن طلعت يوسف، كابتن طلعت من يعني من الناس اللي برده طبعا اسم كبير جدا في الكره المصريه، ومقدم معاهم اداء كبير جدا، وكان مودرن فيوتشر في المركز الثامن او التاسع تقريبا، وبقوا في المركز الرابع. مقدم انتصارات كبيره جدا متتاليه، بقى فريق منظم، فريق بيلعب باداء دفاعي كويس جدا وبيقدر يكسب. وبشوف ان هو نجح برضو ان هو خلي فريق مودرن فيوتشر فريق متماسك، وده مهم جدا بالنسبه لهم. لكن النادي الاهلي ومارسيل كولر بالخاص بياخد كل مباراه ان دي مباراه منفصله تماما عن المباراه اللي قبلها، بيتعامل معاها بطريقه مختلفه، بلعيبه مختلفه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان الروتيشن بيستخدمه بناء عن الخصم. الروتيشن هيقل ولا هيكمل في الماتشات اللي جايه من وجهه نظرك؟ لا هيكمل طبعا، هيكمل طبعا. ودليل ان هو امبارح فاجئنا، واعتقد وانا كنت معاك هنا انا وبلال، وقلنا اتحدى اي واحد يتوقع تشكيله الاهلي في المباراه القادمه، لان هو خلاص كولر خلى ان انت مش عارف مين هيبدا. يعني اكيد في 5 6 7 لاعبين قوام اساسي، لكن في 4 لعيبه انت مش عارف مين هيبدا، سواء طاهر، هل عبد القادر، هل حسين، خلى فتاح. انا بقول لك خلى فتاح دي بالنسبه لاي حد مفاجاه، ان يبدا في مباراه مصريه او مباراه حاسمه لبطوله الدوري بخلى فتاح، ده بياكد ان مارسيل كولر بيثق في جميع اللاعبين، وبيخلق منافسه كبيره جدا، وبيخلق دوافع، بيخلي اي لاعب موجود في سكواد الاهلي عنده احساس دايما ان هو هيلعب، ودي حاجه مهمه جدا. بتخلي زي قفشه دايما ممكن يبقى رايح المباراه وعارف ان هو هيلعب، وحتى لما بينزل بيقدر يعمل فارق. امبارح هل انت تشوف النادي الاهلي عمرو السوليه وجوده ما كانش، غيابه ما كانش مؤثر؟ غيابه مؤثر طبعا، لكن معلش هرجع لمودرن تاني. ايه الاسهل دلوقتي؟ هو مفيش اسهل يعني، مفيش سهل، لكن في مباراه او نسبيا منافسه مختلفه عن المنافسه. ليه؟ يعني انت وانت بتلعب مع فريق في قمه الجدول ده اكيد تقريبا يعني هيبقى حاطط عينه على الثلاثه بونت، وانت بتحط مباراه مع فريق بيصارع على الهبوط هيبقى حاطط عينه على الاقل على بونت، لو ما كانش الثلاثه بس، يقول لك اخد بونت من الاهلي يساعدني شويه في ايه، في ان انا احسن مركزي. مشكلتي بقى في اللي في نص الجدول اللي هو ما عندوش دوافع. اللي هو اهدى اعصابا، اللي هو مطمن على بقائه، وممكن يبقى مطمن او ضامن مركزه، ده جاي يلعب قدام الاهلي للشو. مفيش ضغوط، مفيش توتر، مفيش اي نوع من انواع الدوافع اللي ممكن تخليه بيلعب مباراه من النوع ده من الماتشات. بص احنا قلنا قبل كده في بدايه يعني انطلاق مشوار النادي الاهلي في او عوده النادي الاهلي لمباريات الدوري، قلنا ان كل نادي بيمتلك التحدي الخاص بيه في مواجهته امام النادي الاهلي. في نادي بينافس على الهبوط فعايز نقطه من النادي الاهلي، في نادي بينافس النادي الاهلي منافسه مباشره، في ديربي زي نادي الزمالك، في كل نادي عنده التحدي الخاص بيه. فاعتقد ان انت الانديه اللي انت قلت عليها زي زد، زي مودرن فيوتشر، زي سموحه، زي المصري، الانديه دي كلها بتتنافس بينها وبين بعض على حجز مركز متقدم في الدوري. مين فيهم الاربعه خمسه دول؟ يعني في 5 6 انديه كده او 4 5 انديه. لو جدول الدوري جاهز معانا يا ريت نعرضه احمد وبلال بيتكلموا ونشوف كده ترتيب. هتلاقي مودرن فيوتشر وزد والمصري وامبي وسموحه، الاربع خمس انديه دول تحديدا في سبق بينهم وبين بعض، هم خلاص اطمنوا البنك الاهلي شويه، في اطمنوا للبقاء في الدوري، بيلعبوا على تحسين المراكز، فكل واحد فيهم عايز يفنش في مركز افضل من المركز اللي موجود فيه. وليه لا؟ طالما النتائج بتديني، خاصه ان مودرن فيوتشر قادر في الفتره الاخيره. ده جدول الترتيب بتاع الدوري. بص زي ما قلنا بالظبط يا احمد، المصري حالي. مودرن، سموحه، امبي، الزمالك، زد، سيراميكا، الخمس ست انديه دول همهم الاول والاخير حاليا تحسين وضعهم في جدول الدوري. كده المصري ضمن مشاركه في الكونفدراليه، الزمالك هيتخصم منه 3 نقاط بالظبط،
يعني احنا انا بتكلم على خلاص كده احنا بنستبعد الزمالك لان ما فيش مواجهه لينا مع نادي الزمالك خلاص. فاحنا عندنا نادي المصري ضمن. وانا على فكره بمناسبه الزمالك انا كنت من الناس اللي زعلت انه الماتش الاهلي والزمالك ما اتلعبش امبارح. عرفت قيمه حسيت بقيمه الثلاثه بونت بتوع الماتش الزمالك والاسبوع للاهلي خدوا راحه بشكل كبير جدا فرقوا معانا كتير جدا كبيره دايما يعني. انا عشان كده بقول لك المصري البورسعيدي ضمن المشاركه في الكونفدراليه عندنا ماتش بيلعب مع المصري المصري بيلعب من غير ضغوط لانه ضمن خلاص المشاركه وحل مشكلته كمان حتى في الرخصه وضمن المشاركه. نادي الزمالك ضمن المشاركه في الكونفدراليه واهلي وبيراميدز راحوا لدوري الابطال. فانت شكل الجدول دلوقتي زي ما بقول لك الخمس ست انديه اللي في وسط الجدول بينهم وبين بعض سباق لتحسين مركز كل نادي. فانت لما هيواجه النادي الاهلي بيلعب باعصاب مرتاحه عايز كمان وعارف كويس قوي ان مباراه النادي الاهلي متشافه بيشاهدها الملايين في داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه فعايز يعمل مباراه كبيره. طلعت يوسف لما تولى زمام او قياده الامور في مودرن فيوتشر كان عنده بصمه على التشكيل ابرزها عودته او تثبيته لمحمود شعبان الظهير الايمن واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين حاليا ومفتاح لعب كبير جدا في مودرن فيوتشر. كمان المباراه الماضيه امام فريق مميز بمناسبه غياب جوناثان الباك ليفت يعني لاعب مميز جدا طبعا. شفنا طارق طه بيشارك وبيعمل مباراه كبيره فواضح ان طلعت بيعمل يوسف هدف بس معلش انا عايز اشوف الارقام لانه كمان ارقام فيوتشر على مستوى الاهداف يمكن مش من خطوط الهجوم القويه والمميزه لكن واضح كمان شباكه استقبلت عدد قليل جدا من الاهداف 21 هدف هو كان مع وجود كمان طلعت يوسف كمدير فني للفريق برضو ده معناه انه فريق منظم دفاعيا جدا. هم حتى كان مع كابتن مصطفى حققوا تعادلات كتير جدا حققوا تقريبا 9 تعادلات وكان دائما عندهم مشكله ان هم ما بيكسبوش بيحققوا نتائج ايجابيه لكن ايجابيه بدون فوز وده مش طموح نادي مودرن فيوتشر بالنسبه للسكواد اللي موجود مع كابتن طلعت يوسف قدر اول مباراه يكسبها امام نادي انبي وبعد كده طبعا وده كان دفعه كبيره جدا لكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني وللاعبين قدر من بعدها يحقق انتصارات وطبعا يخلي مودرن فيوتشر من المركز التاسع يبقى في المركز الرابع وشايفين دلوقتي ان هو قريب جدا كمان من المركز الثالث. لكن اللي احنا عايزين نقوله انه كابتن يوسف اصلا معروف طريقته دايما مدرب بيحب الالتزام بيحب دايما ان تبقى الجزء الدفاعي مهم جدا وبعض الحاجات اللي اضافها مهمه جدا 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 اضاف بعض اللاعبين المهمين بدا يدخلوا في سكواد مودرن فيوتشر زي مين؟ زي كاباكا لاعب النادي الاهلي 2005 بيقدم مستوى كبير جدا 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 لعيب خط نص لاعب 2005 في منتخب الشباب مع كابتن وائل رياض. كاباكا عمل الجون الثاني في مباراه المقاولين بثرو وش خارجي كده بيفكرنا من حاجات ابو تريكه عمل ثرو باص حلو جدا في جون انا بشوفه من اجمل الاهداف جمله كده فيها تمريرات كتيره جدا انتهت طبعا ب ايبا المهاجم ارنولد ايبا المهاجم اللي ناس كتيره جدا برده مع كابتن طلعت يوسف من ضمن الحاجات الجديده اللي دايما كان بيلعب مين في الفترات من بدايه الموسم احمد عاطف بس ايبا بيلعب مع عاطف لا بدا يلعب عاطف لما محمد فاروق اتصاب في مباراه الاسماعيلي ومن بعدها بدا ايبا يلعب اساسي واحمد عاطف يدخل كجناح لكن اعتقد في مباراه النادي الاهلي مش هيبدا بعاطف وايبا كده كده اساسي بالنسبه له وبيبدا يلعب بعلي زعزع كجناح عشان بيقدر يعمل الواجب الدفاعي خاصه غياب واحد من اهم اللاعبين في الدوري المصري مش في مودرن فيوتشر بس هو جوناثان لاعب مهم جدا جدا وباك ليفت مميز ومن اخطر اللعيبه سواء في الكرات الثابته سواء في عرضياته ده مصاب بيغيب من مباراتين واعتقد ان غيابه اتصاب في مباراه البلديه وبشوف ان غيابه مؤثر جدا بالنسبه لمودرن فيوتشر. مباراه المقاولين طارق طه لاعب طارق طه مميز في الكرات الثابته وتسديداته قويه لكن طارق طه برضو عنده مشاكل دفاعيه عنده مشاكل واحنا مميزين في الحته دي احنا مميزين في ان احنا بنقدر نخترق دايما من على الاطراف فاعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه وكولر قادر وبقى عنده ميزه بالنسبه لي مهمه جدا ظهرت في مباراه امس كولر بقى مدرب صبور ما بقاش مستعجل المكسب دي بانت جدا في مباراه امبارح بانت قوي احنا ممكن انا قاعد كنت في الملعب في الاستاد كنت مستعجل يعني مستعجل المكسب وشايف ان المكسب بيتاخر لكن كولر خلينا اتفق على حاجه يا ابو حميد مش احنا بنكلم الجمهور برضو يعني انا بحط في دماغي دايما انت بتكلم ملايين مزبوط. يعني الملايين دول عندهم ملايين برضو وجهات النظر مختلفه وانت قاعد في طبعا يعني في قاعده واضحه وصريحه احنا نتكلم محدش ملم بنسبه 100% بحاله الفريق وحاله اللعيبه وقرايه المنافس اكتر من مارسيل كولر طبعا يعني فمحدش عارف ياخد القرار الصح في التوقيت الصح محدش هيتحاسب زي مارسيل كولر يعني محدش في النهايه لكن ما تقدرش تلوم الجمهور مثلا على انه قاعد انا حاسس انه مثلا
عايز ينزل الفرقه محتاجه تغير طبعا. انا محتاج احنا ليه عاملين تغيير واحد بس ليه مش يعني ده كلام الجمهور بيقوله ليه وخلي بالك كمان يا احمد في الجو ده في الـ في الـ في الـ في الجري ده كله ليه مثلا اوقات كتير كمان الجمهور وجهه نظره لما يعني لما حد بيطالب بحد وبينزل وبيتالق فانا شوف انا كنت صح فدي برضو بتدي كمان بعد كده احساس عند الجمهور ان احنا ليه لا كل راي بنقوله يبقى صح وده الكلام ده مش حقيقي لان بص هو مارسيل كولر انا بشوف ان هو حسمها بس خلي الجمهور يتكلم طبعا لا حق يعني هي دي جمال الكره اصلا يعني احنا زمان كان الناس بتقعد على القهاوي مع بعض وبتتناقش والصوت يعلى ان ده شايف ان لا ده احق من ده وده عارف انا هفكرك بحاجه زمان مثلا لما كان بيبقى في جماهير بقى في زمان كان ماتشات الاهلي كم العدد زمان يعني دي من كام سنه يعني مثلا ايام جوزيه مثلا 15 سنه فاكر زمان العصر لما كان جايام جوبريتش بين كده لما كان بيجي فاكر زمان العصر لما كان يجي 1-0 الاهلي انت عندك مثلا فتره من فترات مع مديرين فنيين كتير جدا وليد صلاح وليد واحد من طبعاً. افضل من لمس كره القدم في تاريخ الكره في مصر ولو هو كان يعني واخدها بجد ويعني واشتغلها بجد كان راح في حته كابتن خطيب اداله يعني ما فيش بعد كده كابتن خطيب اختار ان هو يدي رقم 10 جماهير النادي الاهلي في ماتشات مثلا لما كانت تبقى الدنيا مزرجنه والاهلي مش مثلا نزل وليد تلاقي لا مش نزل وليد تلاقي المدرج بيقولوا وليد وكان في مدربين تعنت ما يرضيش يعني تقول وليد ما شوف الجمهور قدامه في الملعب يعني مش جمهور على السوشيال ميديا وحصل اكتر من مره ان المدرب يروح جايب اللاعب اللي بيسخن الجمهور بيهتف باسمه ويقعده على الدكه كمل الباقي كله كمل تسخين وعشان كده بقول لك يعني دايما بس انا بشوف ان مارسيل كولر تحديدا بس الحته دي الجمهور طول عمره ليه وجهه نظر بالظبط والجمهور في النهايه حتى لو وجهه نظره ما اتحققتش والفريق حقق المكسب زي امبارح يعني انت ممكن امبارح تكون عندك خلاف فني على بعض العناصر اللي شاركت ولكن لما تيجي تبص ابرزها مثلا طاهر محمد طاهر انا هو ده اللي انا نفسي الناس تفهمه ان مفيش خلاف شخصي بين اللاعب وبين الجمهور ممكن يكون الجمهور عنده وجهه نظر معينه في اللاعب بيشوف ان هو ما بيأديش الحاجات او الادوار اللي ممكن بتطلب منه في كره القدم على سبيل الامتاع ولكن المدرب شايف ان اللاعب ده على ارض الملعب تكتيكيا زي ما احنا شرحنا هو بالنسبه له لاعب زي طاهر امبارح تكتيكيا على ارض الملعب ادى ادوار معينه استفاد هو من خلالها او من وراها بلاعب اخر زي حسين الشحات اذا انا اديت مساحه للاعب جناح واستغلت الجناح الاخر في ادوار صحيح. وطاهر حقيقه من اللعيبه اللي اجادت امبارح جدا وانا عايز كمان اقول لك على حاجه مهمه احمد في نقطه مارسيل كولر والجمهور واللعيبه مارسيل كولر حسمها تماما في رايي قال ان اللاعب اللي هيشارك وهيأدي في التدريبات بنسبه 100% هو اللاعب اللي هتلاقيه في المباريات لان مش منطقي ان اشرك لاعب على حساب لاعب اخر وهو ما بيأديش زيه او ما بيتمرنش زيه ده مش عدل فانا بقول ان ده تفسير لبعض الاراء الفنيه اللي قد يتجه ليها مارسيل كولر ويبقى عليها علامات استفهام من الجمهور يبقى انت تأكد تماما ان اللاعب اللي اشركه هو اللاعب اللي بيتمرن كويس هو اللي هيأدي له الادوار اللي عايزها وفي الاخر احنا يهمنا تحقيق النتيجه طبعا ورهان على كولر في نهايه الموسم بالمردود الحقيقه انه راجل مقدم موسم رغم انه صعب جدا لا الموسم ده كمان بالنسبه لي صعب يعني موسم يمكن الاولاني ما كنتش تقدر تحاسبه قوي لانه ما كانش لسه فاهم الليله يعني لا عارف ايه افريقيا دي ولا ايه ملاعب افريقيا ولا شكل المنافسه في افريقيا لكن السنه دي كولر غير يعني شايفه اكثر انسجاما اكثر هدوءا لا في طفره في التجربه والحقيقه انه محقق يعني تقدرش تقول الراجل جايب بطوله دوري ابطال وجايب بطوله كاس مصر وجايب بطوله سوبر لا انا بتكلم على السيزون ده وجايب برونزيه كاس عالم في نسخه واحده من اصعب النسخ اللي انت فهو عامل شغل ولعب كم كبير من الماتشات وراجع بارقام الحقيقه محترمه جدا بالمناسبة عايز بس اقول حاجه امبارح بمناسبه اللاعبين والتغييرات سريعا يعني مارسيل كولر بعد احراز بيراميدز للهدف الثاني استدعى محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر وقفوا على خط الملعب وكانوا نازلين اول ما النادي الاهلي احرز هدف التعادل رجع قفشه وعبد القادر ثاني ودفع بلاعب مختلف كمان خارج يعني لا دفع باليو ديانج واليو بالمناسبه عمل مباراه او وقت امبارح الوقت اللي شارك فيه قدم مردود كبير جدا ويعني الجمهور كله
رجع تاني معاه لذكريات اليو ديانج. لا هو كل الماتشات اللي نزل فيها اليو ديانج يعني كان كويس. تحس ان اليو ديانج كان وحش الناس قوي والاداء أي. الكبير اللي كان عليه اليو ديانج هو لعيب كبير ودايما حتى لما بيطلب منه وشفنا ابرزها مباراه الفاينل امام الترجي الوقت اللي اخده اليو ديانج كان مميز جدا فيها. لا انا من اللعيبه اللي ابصم بالعشره الحقيقه واحد من انجح يعني من انجح طبعا. الصفقات طبعا. ومن انجح اللاعبين الاجانب صحيح. اللي مروا على النادي الاهلي افضل لعيبه خط النص اللي موجودين في افريقيا وده بالمناسبه يعني حركه ديانج وتغيير ديانج ده يبين لك الفرق بين مدير فني ومدير فني اخر. مارسيل كولر مش تغيير لمجرد التغيير. بس انا هقول لك حاجه بمناسبه ديانج. انا بحترم جدا جدا كواليتي الكوره بتاع مالي. طبعا يعني هي مالي كسمعه مش نيجيريا ومش غانا ومش الكاميرون ومش السنغال بس انا بشوف انها دايما عندها كواليتي لعيبه كويسه جدا يعني طبعا. سوق عمر كان لو بصيت فيه هتلاقي مواهب وفي فتره جداً. فتره من الفترات منتخب مالي كان عنده نجوم يعني يعني صحية. طبعا سيدو كايتا طبعا سيدو عمر كانوتي واحد من اهم المهاجمين لا طبعًا. كان عندهم لاعبين مميزين جدا. طيب اتمنى يعني هقفل عشان نروح لملف منتخب مصر في الاولمبياد واحد بس سريعا جدا عشان ما عنديش وقت النهارده ما عنديش وقت ركز في السؤال ماشي. اسبانيا ولا انجلترا؟ انجلترا. يبقى كده يبقى كده مبروك يبقى كده مبروك لاسبانيا. لا اصل انا بشوف برغم ان ساوثجيت انتقدوه كتير جدا لكن هو من بدايه اليورو مش مقدم كره ممتعه بناء على السكواد اللي موجود لكن هو ماشي بسياسه وصلته. انت مع ده؟ مع ده؟ مش مع ده. انا دايما بقول ايه؟ اللي تكسب بيه العب بيه. انت معاك اقوى سكواد في انجلترا. ما هو بالنسبه له طب هل حد كان يتوقع ده انت لولا الدبل كيك بتاع باكورد بتاع جود بيلينجهام كان زمانك بتتفرج على الفاينل بكره في انجلترا. انا مش بشجع انجلترا لكن انا بتكلم على فكره ساوثجيت هو بيتعامل بطريقه ان هيقف قدام الماتادور يقدر بقوه اسبانيا دي بقوه اسبانيا اللي طلعت المانيا وفرنسا وعندها اكتر ثبات في المستوى وعندها اداء كبير جدا من بدايه البطوله. رهانك على انجلترا وعلى ساوثجيت بالرغم من انتقالات الكبيره جدا لكن هو بطريقته الدفاعيه وبان هو بجلوسه بيقعد لعيبه كتيره جدا على دكه البدلاء انا بشوف ان هو انجلترا وخليه بيضحك كده بس انجلترا هتحقق اليورو. طب اثر لهولندا اللي خطفوها في الدقيقه كام قاتله تعاطفت جدا معاهم تعاطفت جدا جدا بس خلي بالك يعني طب عايزين نقول ان انجلترا يعني بص هو التوقع بتاع احمد منطقي شويه او اصبح منطقي شويه بعد العرض اللي قدمته انجلترا امام هولندا. لا احنا بص احنا من قبل اليورو وانا اسبانيا فمش طبيعي ان انا غير انا مع اسبانيا من قبل اليورو زي ما كنت مع الارجنتين من قبل كاس العالم وانت فاكر فيعني ولكن احنا بنتكلم ان انجلترا شكلها تحسن شويه بعد ما تدارك ساوث جيت اخطاؤه الفادحه اللي كادت ان هي تخرجه او تقصيه بره البطوله ابرزها طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا محاوله ايجاد مكان لارنولد في وسط الملعب تدارك ده باشراك لاعب مهم جدا يعني بس هو باشراك لاعب مهم جدا اللي هو كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد اللي عنده 18 سنه. اقوى مباراه لعبها ساوث جيت في البطوله مباراه هولندا طبعا يعني هولندا هو الخصم اللي اتحدد على اساسه قوه المنتخب انجلترا ما هو واجه يعني لو واجه منافسين لو كانت اضعف هولندا ما انا هقول لك هو واجه منافسين اضعف من هولندا أسوأ. وقدم اداء أسوأ فامام هولندا لا احنا شفنا فودن بيحط كره في العارضه دومفرايز بيشيل له كره من على خط المرمى شفنا هدف ملغي لساكا شفنا وجه مغير شفنا واتكنز بينزل على دكه البدلاء رغم ان هو ما شاركش قبل كده في البطوله شفنا بالمر بياخد من الدقيقه 70 دي الحاجات الاخطاء اللي تداركها ساوث جيت خلال مشوار البطوله ودي اللي ممكن وما تستغربش لان حسابات النهائي دايما يا احمد 50-50 انت عارف كده طبعًا. فمش مفاجاه ان انجلترا لا بالعكس لا انا بعد ما تصل اول حاجه ابتديتها وانا بتكلم على اليورو ان كره القدم هي الرياضه الوحيده التي لا تعرف لغه العدل ولا الانصاف وارق جدا الاسوأ هو اللي يفوز وارق جدا اللي ما كانش بره التوقعات او مش من المرشحين هو اللي يجي من بعيد بالظبط ولكن احنا ان شاء الله عشان جزء من متعه وقسوه كره القدم هو احنا ان شاء الله بدل احمد قال انجلترا مدام قال انجلترا يبقى انا رايي المباراه ما تلعبش ويطولوا اسبانيا قال امتع مباراه من هولندا او اقوى مباراه انا بقول ان انجلترا ما قدمتش ولا مباراه قويه طول البطوله وهتبقى اقوى مباراه هتقدمها هي قدام اسبانيا هو نهائي للمتعه نتمنى ان هو يكون نهائي يعني احنا بنتكلم على مستوى الاسماء اللي موجوده على ارض الملعب او على مستوى العروض والمستوى اللي تقدم على مستوى البطوله هم المنتخبين اللي هيواجهوا بعض في النهائي بكره انجلترا في مواجهه اسبانيا توقعاتكم لمشوار مصر في الاولمبياد منتخب مصر مع روجيرو ميكالي الى اين يذهب هل من الممكن يحقق ميداليه اولمبيه تاريخيه في البطوله دي في رهان على ده ولا صعب يعني من وجهه نظري طبعا في سكواد كويس جدا لكن صعب يعني صعب. بشوف ان هو صعب الجيل الحالي في لعيبه كتير كويسه لكن بشوف ان الجيل غير برضو مسؤول يعني ما عندوش اللعيبه السكواد القوي او اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق بغض النظر عن ابراهيم عادل وعن محمود صابر وفي بعض اللاعبين لكن وجود بعض الخبرات زي زيزو والنني لكن بشوف ان المنتخب ده افتقد للعيبه مهمين جدا
يعني انا بشوف من وجهه نظري افتقد لعيبه مهمين جدا، وكنت اتمنى وجود عمر مرموش مع المنتخب ده، لانه كان هيديهم في اكتر من مركز سواء كجناح شمال او كمهاجم او كجناح يمين. فاعتقد ان في بعض انا اخر حاجه وصلت لها في قصه مرموش انه عمليه، وبعد كده قال انه احتمال يلحق، وبعد كده لا مش هيلحق، لسه 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 بيعمل التدريبات التاهيليه، او لسه ايده برده لسه، لان انت عارف ان هو عمل العمليه في ايده احد اصابعه. بالظبط، بس هو تاهيل شغال تاهيل دلوقتي، هو شغال تاهيل بس ايده مربوطه يعني. لكن انا بختلف مع احمد طبعا، انت عارف احنا الخلاف سنه الحياه بيننا. لا انا بشوف ان منتخب مصر الاولمبي عنده فرصه كبيره، ان هو لو مش هياخد ميداليه ممكن يروح لدور الثمانيه او للسيمي فاينال. انا شايف ان هو بيمتلك على مستوى اللاعبين المميزين اسماء كبيره. بالمناسبه محمود صابر لاعب بيراميدز مش هيتمكن من المشاركه في اول مباراتين وانا بشوف ان دي فرصه كبيره لمحمد النني انه يكون عنده بقى المسؤوليه الكبيره داخل ارض الملعب. اعتقد ان هو اللي هيكون كابتن وقائد الفريق في وجود يعني كريم الدبيس مثلا لاعب النادي الاهلي، ماتشين هيبقى اوزباكستان والدومينيكا بالظبط. انا بشوف ان لا انا بشوف ان المجموعه في المتناول، وان شاء الله مصر عندها فرصه يعني لما صابر يرجع شايف انه يلعب على النني ولا النني يكمل؟ على حسب مستوى النني ممكن ياخد يعني صابر. انا بص هو واحد من افضل من الاخر يا بلال. لا انا بشوف ان النني ما بيجيبش جواب. انا هقول لك هو لا انا بشوف ان النني على ما انا قلت النني بعيد عن المشاركه بقاله فتره كبيره. أيوة. فالمردود اللي هيقدمه النني في المباراتين اللي هيلعبهم قبل عوده محمود صابر من الايقاف هم اللي هيحددوا. ممكن النني يعمل مستوى كبير ويبقى على قد الاداء، وعندك محمد شحاته واحمد نبيل كوكا. أيوة. في وسط الملعب يبقى عندك رباعي قوي، عندك كريم الدبيس واحمد عيد اثنين ظاهرين، اهم ما يميز الاثنين ان هم عندهم الادوار الهجوميه مميزين فيها جدا. قلبي دفاع منتخب مصر حسام عبد المجيد عمر فايد، اللي بالمناسبه جوزيه مورينيو كان مصمم على استدعاء عمر فايد للمشاركه في انطلاق فتره الاعداد في فنربخشه، واتفرج عليه واعجب بيه جدا. عمر فايد واحد من اهم الاسماء اللي هتبقى في المحترفين او خريطه المحترفين المصريين ان شاء الله الموسم بقى القادم. تراهن على ميداليه؟ اراهن على ان شاء الله اراهن على ميداليه، لان روجيمي كالي عنده انت عارف ان هو عنده ميداليه قبل كده مع البرازيل، ومدير فني. انا اتمنى من المسؤولين او القائمين على الكره المصريه زي ما شفنا لويس ديليفوينتي مع اسبانيا. بالمناسبه ساوث جيت تولى ايضا منتخب تحت 21 سنه في انجلترا. لا نكرر تجربه ديليفوينتي ماشي، تقول لي تجربه ساوث جيت؟ انا هقول لك انا بقول لك عايزين بص احنا بنتكلم عن الاثنين اللي وصلوا فاينل، الاثنين اشتغلوا مع في منتخبات الناشئين. فانا اتمنى الاستفاده فيما بعد من روجيمي كالي. انا بشوف انه مدير فني مميز. طب وهنري اللي راح مع المنتخب فرنسا، هنري راح مع المنتخب الفرنسي في الاولمبياد موجود، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما هو كمدرب يعني. اوكي. لا انا بتكلم ان انت كمدير اللي تولى مسؤوليه منتخب الشباب يكمل مشوار. انا على فكره احنا عندنا بعد كاس العالم احنا عندنا نموذج ناجح جدا، وهو انجح نموذج اصلا في الكره المصريه، كابتن حسن شحاته. طبعا اشتغل مدير فني لمنتخب الشباب، وبعد كده خد القوام الاساسي لمنتخب الشباب، احمد فتحي، حسن عبد ربه، وعماد متعب، محمد عبد الوهاب، نجوم الاهلي برده. وبعد كده دخل عليهم العناصر عمرو زكي ومحمد ابو تريكه ومحمد بركات، قدر يعمل. ولكن انا بتكلم ان هو نقل تجربته بالعناصر الشاب للمنتخب الاول، فاتمنى يكون في الحسبان او في حسبان ينجح بس ميكالي في اولمبياد باريس، وبعد كده يكون لنا كلام تاني. بشكركم شكرا جزيلا طبعا. طب مش هنقابل قبل ما نقفل. انت قلت اسبانيا. لا خلاص احنا لا في حاجه تانية ما نقدرش ننساها يعني. صاحب الكوره هيلعب برده بكره الفجر في نهائي الكوبا. ده بعد بكره. هو فجر الاثنين اللي هو الحد وانا اتوقع كولومبيا خلاص اتسجل. هو كولومبيا وانا الارجنتيني ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا بلال محسن احمد مصطفى، بشكركم كمان كل اهلاويه تابعونا النهارده، كل التحيه ليكم، ونتقابل بكره حلقه جديده من السادسه.